صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. وخلينا نصب على زميلتنا هلا الحملاوي ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا هلا. صباح الفل يا هلا. صباح الفل يا فسان. صباح الفل يا مصطفى. وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. جوله سريعه الاول في احوال المرور وبعدها نبص بص على الطقس. مش كانت برد شويه امبارح؟ لا النهارده حر، درجه الحراره 30. امبارح مش كانش برد، امبارح كان الجو رائع بصراحه من وجهه نظري، بس النهارده شويه حر، درجه الحراره العظمى 30، يعني اعتقد حوالين معادلاتها الطبيعيه. وهنعرف تفاصيل اكتر. هنستعرض الاول مع حضراتكم طبعا احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وكالعاده بنبدا من القاهره. كوبري اكتوبر في الوقت الحالي بيشهد بعض الكثافات المروريه، شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمره. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه، اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر فبيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، في كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. ومن القاهرة للجيزة هنبدأ بشارع الهرم اللي في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه قبل الدائري بتستمر لغايه سلم ارض اللواء، وبعدين هنلاقي سيوله مروريه في شوارع المهندسين ولغايه كوبري 15 مايو. اما المتجه الى اكتوبر فهيلاقي سيوله مروريه في الطريق. نروح لمحافظه الاسكندريه، في كثافات مروريه عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات كمان متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش. اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الامر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه ولكنها متحركه. نكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد الطريق حواليه سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في بعض الكثافات المرورية البسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها بعض الكثافات المرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في أيضا بعض الكثافات. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس زي ما قلنا كده هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وفي نشاط للرياح على أغلب المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح الى العاصمه الصينيه بكين تلبيه لدعوه الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزياره دوله جمهوريه الصين الشعبيه. تتضمن زياره الرئيس السيسي عقد جلسه مباحثات قمه مع الرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدوله الصينيه. ايضا تتضمن حضور الرئيس السيسي للجلسه الافتتاحيه للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف توافر السلع في الاسواق وخصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. الدكتور مدبولي اكد الحرص على زياده حجم المعروض من السلع الاساسيه والتموينيه واللحوم باسعار مناسبه لكافه شرائح المواطنين.
أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية. تتضمن زيارة الرئيس عقد جلسة مباحثات قمة مع الرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، وأيضا حضور الرئيس للجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروعات جهاز مستقبل مصر. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة اللي بتكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية. وجه مدبولي بإحالة المخالفات اللي تم رصدها من قبل الجهاز للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وتطوير المناطق المحيطة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اللي بيعد أكبر متحف في العالم لما يحويه من عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، وأيضاً قاعات العرض اللي بتستخدم أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار تاريخ الحضارة المصرية القديمة. لذلك فالأمر يتطلب منا إضافة اللمسات الجمالية للمنطقة المحيطة بالمتحف وأيضاً جميع الطرق المؤدية إليه. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع وإجمالي توريدات القمح المحلي خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأكد رئيس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة وعلى مستوى جميع المحافظات. بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسيوط تم تسليم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية، وده ضمن مبادرة بر أمان. أما في كفر الشيخ فبيتم تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم. أما في بورسعيد فتم تخصيص 1,000,000 جنيه لتنفيذ مبادرة متعة التعليم خلال الأجازة الصيفية، وفي الشرقية تم استقبال أكثر من 11,000 طلب تصالح على مخالفات البناء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسيوط سلمت المحافظة عقود 60 مركب صيد على الأسر الأولى ضمن مبادرة بر أمان للتمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة اللي بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم وإنشاء 13 مشاية جديدة على شواطئ مصيف بلطيم بالإنترلوك للتسهيل على المصطفين الوصول للشاطئ خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال، وتم البدء بفرد طبقة أساس بالأرضية وتركيب بولدرات بالجانبين وجاري تركيب بلاط الانترلوك فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء والتشجير. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن انطلاق مبادرة متعة التعليم للمرحلة الابتدائية للأنشطة المتنوعة خلال فترة الأجازة ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية وربط الطلاب بالمدرسة، وبتبدأ المبادرة من 1 يونيو المقبل حتى 30 أغسطس 2024، وتم تخصيص 1,000,000 جنيه لتنفيذ المبادرة. في الشرقية استقبلت المراكز التكنولوجية 11,383 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وبيتم استخراج الشهادات إلا أنهت المعاينة والمتوقفة على جهة الولاية تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
في سوهاج أعلنت المحافظة عن استلام 113,286 طن قمح بالشوان والصوامع منذ بدء موسم التوريد في 15 إبريل الماضي وحتى الآن، وبلغت مساحات القمح المنزرعة هذا العام 183,518 فدان بمختلف مراكز سوهاج. وفرت المحافظة 17 موقع تخزيني موزع على جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة لتشكيل لجان متخصصة لاستلام الأقماح تسهيلاً على المزارعين. في المنيا أعلنت المحافظة عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 105,000 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات خلال شهر، ضمن مجموعة قوافل طبية وعلاجية متنوعة نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بجميع التخصصات، وده لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. في الوادي الجديد شهد مركز ومدينة الفرافرة إجراء القرعة العلنية لـ 1078 قطعة سكنية بامتداد تقسيم قرية عثمان بن عفان بالكفاح للمواطنين أبناء القرية والمدينة والقرى المجاورة والأرامل والمطلقات والحالات الخاصة ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة. هنروح مع حضرتكم دلوقتي لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هلا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن جو حار شوية النهاردة، بالنهار درجة الحرارة هتكون 30 في القاهرة، طمنينا اخبار الطقس ايه النهاردة؟ بالفعل يمكن احنا اليوم مستمرين في انخفاض قيم درجات الحرارة اللي تعتبر اقل من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، لان احنا ما زلنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار فتره النهار، فبالتالي هتساعد على انخفاض قيم تلطيف الجو شويه. بالظبط. بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها هي كتل هوائيه شماليه قادم من جنوب اوروبا مرورا في البحر المتوسط. الكتل دي معتدله في قيم درجاتها حرارتها، وبتختلف تماما عن الكتل الهوائيه الصحراويه اللي كانت بتاثر علينا الاسبوع الماضي. فبالتالي اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه، ده اقل من المعدل الطبيعي اللي المفروض نكون عليه في الوقت ده من السنه. الاجواء فتره النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس هنحس فيها ان هي الطقس الحار الربيعي فتره النهار في القاهره الكبرى الوجه البحري شمال الصعيد، مائل للحراره واقل حراره طبعا في السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، شديد الحراره في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فتره النهار وكمان في فتره الظهيره. لكن فور غياب اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده هيكون محسوس اكثر فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، اجواء ربيعيه معتدله ولطيفه تماما في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه هنلاقيها في المدن الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في اغلب محافظات الجمهوريه، سرعات الرياح بتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، نشاط الرياح يساعد كمان على تلطيف الاجواء وتحسين احساسنا بقيم درجات الحراره، ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل دايما، وخاصه كمان في فتره المساء بعد فتره الظهيره ودخولنا في فتره المغرب. كمان اليوم نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه على شواطئ البحر الاحمر، سرعات الرياح على شواطئ البحر الاحمر هتكون ما بين 30 الى 50 كيلو متر على الساعه، فبالتالي ارتفاع امواج هيوصل من 1.5 ل 2.5 متر، فناخد بالنا من اضطراب الملاحه البحريه الساده والمصيفين متجهين لشواطئ البحر الاحمر، لازم ناخد بالنا بقدر الامكان من ارتفاع الامواج، لكن البحر المتوسط معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وايضا اعمال التنزه.
الانخفاض والاعتدال في الاجواء ده مكمل معانا بكره الخميس كمان ان شاء الله، يعني لسه قيم درجات الحراره بكره على القاهره الكبرى العظمى هتكون 31 درجه مئويه، فاقل من المعدلات الطبيعيه، عشان نبدا بشكل تدريجي من الجمعه ويمكن كمان اكثر يوم السبت ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره، تبدا مصادر الكتل الهوائيه تتغير بشكل تدريجي، وكمان المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيتحول لمرتفع جوي، فهنبدا نحس بالارتفاعات اكثر في قيم درجات الحراره اعتبارا من يوم السبت، وهيكون على مدار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بس احنا بناكد ان الفتره دي من السنه خلاص احنا بنقترب من الاجواء الصيفيه، طبيعه الفتره دي من السنه ان الاجواء حتى لو ما فيهاش اي ارتفاعات تكون حاره فتره النهار معتدله فتره الليل، واكيد موجات ارتفاع قيم درجات الحراره هتتكرر خلال الثلاث اشهر الجايين اشهر الصيف، فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان قيمه درجه الحراره اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، تعرضي لاشعه الشمس يخليني احس بقيم درجه حراره اعلى، فمهم بقدر الامكان من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 4 العصر نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، لو اضطريت ابقى موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس، مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله تجنبا لاي اجهاد حراري، نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واسقاهم الميه، بس الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، وبقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده في التهويه، ده يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وكمان احس بقيم درجات حراره اقل، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان وارد جدا يحصل تغير في قيم درجات الحراره او في الظواهر الجويه ثم احنا الفصل الرطب. صحيح، واحنا بنتابع طبعا مع حضراتكم. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره العظمى 30 والصغرى 20، وفي العاصمه الاداريه 31 20، اسكندريه 25 19، والعلمين الجديده 25 15، مطروح 24 19، ودمياط 27 20، بورسعيد 26 21، والاسماعيليه 31 21. في السويس العظمى 30 والصغرى 21، وفي العريش 26 19، كاترين 26 13، وطابق 32 23، حلايب 36 29، وشلاتين 39 28، شرم الشيخ 36 26، والغردقه 36 27، الفيوم 31 21، وبني سويف 31 21 ايضا، وادي الجديد 36 21، واسيوط 33 21، سوهاج 37 24، وقنا 39 25، الأقصر 40 26، وأسوان أيضا 40 26. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة أخرى دلوقتي لباسانت ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة، بنشكرك. شكرا جزيلا يا هالة. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام على متن أسطول الشركة الوطنية لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية، وحتسير مصر للطيران في أول أيام التفويق 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة بواقع 6 رحلات جوية لجدة و10 رحلات جوية للمدينة المنورة، من بينهم 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكري، ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية، وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد. النهارده هيعقد مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه الملتقى الفقهي الخامس تحت عنوان منهجيه التعامل مع السيره النبويه بين ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك، وده في تمام الساعه 3 عصرا بمركز الازهر للمؤتمرات بمدينه نصر في اطار دعم الازهر الشريف للفكر الوسطي وضبط حراك التجديد. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي كأس المؤتمر الأوروبي اللي هتجمع ما بين أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي في تمام الساعة 10 ليلا. نروح مع حضراتكم دلوقتي لعروس البحر المتوسط الإسكندرية اللي بيتم فيها تنظيم معرض رسم الأدب كتاب وكاريكاتير. المعرض ده بيشارك فيه 48 رسام من مصر وأسبانيا وأمريكا وعدد من دول أوروبا. الحديث عن فن الكاريكاتير مرتبط طبعا بأشياء كتيرة جدا مرتبطة معانا في الوجدان، لكن خلينا نتعرف على تفاصيل المعرض ده، ازاي بيجسد أو بيمثل يعني ملتقى لعدد كبير من فناني الكاريكاتير في العالم. معانا الأستاذ فوزي مرسي منسق معرض رسم الأدب، بنصبح عليه وبنسأله عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح
صباح النور يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. استاذ فوزي، معرض حضراتكم رسم الادب كتاب وكاريكاتير من اعمال فنيه وادبيه، ازاي جمع كل النخبه دي؟ الهدف منه ايه؟ عايز يوصل رساله عامله ازاي؟ خصوصا في وقت يعني مهم من اوقات السنه بالنسبه لمدينه الاسكندريه. هو طبعا يعني المعرض لما كنت اقترحته على مدير المركز الثقافي الاسباني ان احنا نعمل معرض خاص بس بسرابانتس، وده كان يعني هيتعرض في القاهره الاول وبعد كده هيتعرض تاني في الاسكندريه. هو يعني اقترح ان احنا نضيف عليه ان احنا كمان ما نبقاش بس خاص بسرابانتس، ان هو يكون مجموعه من الادباء اللي طبعا والشخصيات البارزه. فاقترحنا ان هم احنا نضيف كمان نجيب محفوظ، نضيف ماركيز، نضيف يبقى في برضه معانا كل الادباء موجودين، يعني في برضه معانا توفيق الحكيم ومجموعه اخرى شكسبير، فكان مجموعه كبيره جدا من الادباء كبير قوي من كل الفنانين اللي هم يشاركوا في المعرض دوت، والكل بعت حتى مجموعه كبيره من الفنانين الموجودين شاركوا في المعرض دوت، والحمد لله المعرض لما نجح هنا في القاهره اتعرض تاني في الاسكندريه. يعني كان يمكن الهدف من دوت ان احنا يبقى فيه تواصل ثقافي، نحاول نعرف سواء الجمهور والفنانين المصريين بالادباء العالميين سواء من مصر او من الدول الاخرى. كان الهدف من المعرض ان احنا نحاول برضو يعني نعرف هنا في مصر على الاديب الاسباني سيرفانتيس، نحاول نعرف برضو الفنانين الاعلاميين اللي هيرسموا معانا ويشاركوا معانا في المعرض ده على نجيب محفوظ، وكان برضو ما كانش الفنانين بس مجرد ان هم بيرسموا نجيب محفوظ، لا هم كانوا بيدوروا عليه، بيبحثوا عن تاريخه وعن اهم اعماله اللي كتبها. فكان يعني الحمد لله يمكن المجموعه كبيره شاركت في اعمال كانت يعني كان نجيب محفوظ ان هو ارى نجيب محفوظ، مش بس ان هو دور على صوره، لا ده ارى وارى كتبه. يمكن كان في عمل كان جانا مره عن نجيب محفوظ ان هو قاعد في المكتبه ووراه يعني كتب، وكل كتاب بيحمل طبعا اسم روايته والتاريخ اللي صدرت فيه، فده كان طبعا عمل لفنان اجنبي. طيب مين ابرز الفنانين اللي شاركوا يا فندم من دول مختلفه؟ في من مصر هنا يعني مجموعه من الفنانين، الاستاذ احمد علو والاستاذ حسن فاروق، في الفنانه نوره، في يعني فنانين شباب، ومن اسكندريه برضو شارك معانا الاستاذ احمد مصطفى، الفنان احمد مصطفى، وفي فنان ايهاب عزت، في من دول طبعا من اسبانيا شاركت معانا، ومعظمهم كان من امريكا اللاتينيه اللي هم بيتحدثوا باللغه الاسبانيه، اللي هم طبعا قروا في الادب الاسباني، وكان وبرضه الكتاب اللي كتبوا باللغه الاسبانيه زي ماركيز، فهنلاقي يعني مجموعه كبيره من الفنانين من مختلف دول العالم. طب على هذا الاساس اكيد كان في نقاشات حوالين دور كل أديب من دول، تأثيره في الحياة سواء في العالم العربي أو في دول أمريكا اللاتينية والدول المتحدثة بالأسبانية، بما أنه كان في سيرفانتس، فهل ده حدث ولا ده يمكن حصل بشكل ودي؟ لا يعني هو كان المفروض يعني ان احنا نعمل زي ندوه برضه يبقى في تعريف للادباء دول، بس يعني للاسف ما اتعملتش الندوه، ممكن ان شاء الله في الاسكندريه، واحنا بنتكلم على القاهره، لكن ممكن في اسكندريه نحاول نعمل الندوه دي، لان المعرض هيستمر شهر، يبقى في ندوه كده، يبقى في تعريف للجمهور باهم الادباء واهم اعمالهم طبعا أسرة التراث الثقافي العالم يعني، فده ممكن مطروح ان احنا نعمل حاجه زي كده ان شاء الله في اسكندريه. استاذ فوزي، بقينا بنشوف مؤخرا رسامين الكاريكاتير في حتت كتيره جدا، يعني حتى يبقى مثلا ايفنت معمول في رسام كاريكاتير موجود بيرسم، ده سببه ايه؟ فجاه كده لقينا الفن ده انتشر بشكل كبير قوي، والفنانين الموهوبين الصغيرين دول لو حابين يشاركوا في المعرض يعملوا ايه؟ هو طبعا فن الكاريكاتير هو فن محبوب، يعني هو فن محبوب لكل الناس، لان هو قريب من الجمهور، لان هو يمكن الكاريكاتير بيعبر عن مشاكل الجمهور، عن امالهم، عن طموحاتهم، عن حاجات كتير قوي.
فيمكن دلوقتي موجود فعلا في كل الايفنتات ان هم بيستعينوا بفنانين شباب. انا بحب اشوف قوي نظره الفنان مثلا ليا او لغيري يعني، لما بيجي يرسم نظرته ليك كشخصيه كده بيحولك ازاي لشخصيه كرتونيه، بحب قوي الشكل ده، وبشوف قد ايه الابداع اللي موجود عند الفنان ده. صحيح، وهو ده يعني الفنان الحقيقي، ان هو طبعا بيبقى في اقل وقت من 5 دقايق، لان هو بيبقى عنده جمهور كتير عايز يرسمه في 5 دقايق، فدي تبقى حاجه جميله ان هو قاعد ومركز جدا وبيرسمك، وطبعا بيحاول يسعد الناس اللي قدامه، فدي حاجه جميله. واحنا طبعا بنحاول برضو ان احنا يبقى في تواجد كبير قوي في كل حتى المعارض، ان احنا بنحاول نرسم يبقى في مجموعه من الفنانين ان هم يرسموا كمان الجمهور لايف، علشان يعني يبقى في اسعاد ليهم، وبرضه انتشارا لفن الكاريكاتير، وده والحمد لله يعني موجود كتير دلوقتي. وزي ما قلت لحضرتك احنا ممكن الفنانين يشاركوا معانا، احنا بنعمل المعارض بتاعتنا عن صفحات الفيسبوك، فيقدر اي فنان يشارك معانا. يعني ايه الصفحه بقى يعني لو في بس حد بيتفرج علينا دلوقتي، ايه الصفحه؟ احنا عندنا الجمعيه المصريه للكاريكاتير موجود صفحتها على الفيسبوك، يعني بنعلن عن، واحنا اعلنا عن الملتقى الدولي للكاريكاتير، ان شاء الله برضو هننظمه الملتقى الدولي للكاريكاتير، بتنظمه الجمعيه المصريه للكاريكاتير بالتعاون مع وزاره الثقافه المصريه، وده ان شاء الله هيتم تنظيمه في شهر يوليو القادم باذن الله. طب انا شايف صور لتوفيق الحكيم، لنجيب محفوظ، عبد الرحمن الأبنودي، دول من الجانب المصري. من الجانب اللاتيني ما قلتليش غير ماركيز، كان في مين تاني يعني؟ كان في ماركيز، في سرابانتس طبعا، في شكسبير، كانوا هم دول اللي موجودين معانا. يمكن طبعا المعرض الحمد لله لما لقى النجاح الكبير دوت حتى من المركز الثقافي الاسباني، يعني ما كانوش يتوقعوا، فيمكن ان شاء الله برضه العام القادم تتوسع الدايره، نضيف مجموعه كبيره من الادباء يشاركوا معانا. لكن يعني كان موجود الادباء دول، يمكن عملنا لهم لقاء كده افتراضي، او يعني لقاء بيتم بينهم زي نجيب محفوظ وماركيز اللي هم طبعا ما تقابلوش في الحياه، لكن احنا عملنا لهم اللقاء الافتراضي ان هم يتقابلوا على من خلال الكاريكاتير وفي معهد سرابانتس. واعمار المشاركين في يعني في الاعمال الفنيه دي هتبقى بتتراوح من كام لكام؟ يعني هل في مثلا شروط معينه انتوا بتحطوها لاعمار الفنانين اللي بيشاركوا، او غير الاعمار حتى، في اي شروط بتحطوها للفنانين اللي بيشاركوا في المعرض؟ لا، مفيش يعني، المتاح الاعمار طالما اللوحه يعني جذابه وتقدر تتعرض والناس تشوفها، فما فيش يعني شرط، عادي. حتى كمان التقنيه ممكن يقدر يستخدم اي تقنيه، سواء يقدر يرسم يدوي وبالالوان المائيه، او سواء يقدر يرسم ديجيتال، فاحنا يعني الشروط يمكن سهله شويه، بس اهم حاجه يكون ان الرسم كاريكاتيري ومعبر يعني، وماشي مع الموضوع اللي احنا طرحناه. شكرا ليك الاستاذ فوزي مرسي، منسق معرض رسم الادب. امبارح كان مبدعي مصر على موعد مع احد اهم الاحداث الثقافيه، وهي جوائز الدوله، جائزه النيل، جائزه الدوله التقديريه، جائزه التفوق، وجائزه الدوله التشجيعيه، وده في مجالات العلوم الاجتماعيه، الفنون، الاداب، واللي شهد التكريم مجموعه بارزه جدا من الرموز المصريه في كل هذه المجالات. من ضمن الفايزين بجائزه الدوله للتفوق المعماري حمدي السطوحي، خلينا الاول نبارك له ونصبح عليه، الف الف مبروك، صباح الفل عليك. صباح النور، اشكركم جدا جدا. يعني احساسك ايه كده بعد ترشيحك للجائزه وفوزك بيها؟ احكي لنا كده البروسيس مشيت ازاي وحاسس بايه؟ والله أنا هتكلم بإحساسي بشكل مباشر. أول ما عرفت إنه تم إعلان الجائزة وتم اختياري للفوز بهذه الجائزة، وأنا بعتبر إنه رزق من ربنا يعني. وبعدين أتكلم على الريفليكشن اللي شفته من أصدقائي وزمايلي وطلابي وأهلي وكده. الاتنين بيأكدوا كلمة ممكن تبقى بسيطة جدا ولكن معبرة، وهي السعادة. وما اقدرش اقعد افسرها، يعني انا سعيد جدا بان انا اعلم هذا الخبر وان فعلا ابقى فايز بجائزه دوله التفوق. سعادتي الاكثر بقى لما شفت كل واحد شاف الجائزه ازاي. يعني لقيت، وده شعور حقيقي فعلا، ان كتير من الزملاء والاصدقاء شافوا ان الجائزه ده جائزتنا كلنا، وكانها تحفيز لكل مجتهد بيسعى انه يقدر يبدع، يقدر يقوم بدوره
وسط الصعاب اللي بيمر بيها العالم كله. فلقيت لا ده حاجة جميلة جدا، ولقيتها بمنظور آخر عند بقى طلابي وأولادي، إنه ده تأكيد إنه اللي إحنا بنعمله النهاردة وبنتعلمه لا ممكن يؤتي ثماره. أيوة. فده نقطة مهمة جدا برضه. إحنا ما يمكن ما بنقولش مهندس معماري على قد ما بنقول فنان معماري، والفن المعماري يعني كل الناس بتتذوقه، يعني ما حدش على اختلاف طبقاتنا الاجتماعية والثقافية ما فيش حد ما بينبهرش بالمعمار. احنا اصلا كمصريين فينا الجين ده، احنا بنائين، يعني احنا اللي عملنا الهرم. فاحكي لنا عن انجازاتك في هذا المجال يا باشمهندس، واحكي لنا حملة ابو سمبل 50 عملت فيها ايه، وايه التأثير الثقافي والمعماري بتاعها ايضا. طيب يعني طبعا لما حضرتك ذكرت العمارة، يعني هو الحقيقة ميزة العمارة ان انت بتعيش، فانت بتعيش جوه الفن. وانا شخصيا مؤمن ان الفنون لا يمكن تجزئتها عن بعضها البعض. انت بتشوف جوه العمارة موسيقى، وجوه الدراما والموسيقى ترى البناء، يبقى البناء صحيح. وتقدر في الاعمال الموسيقية تتلمس النحت بأبعاده الثلاثية، وبالتالي لا يمكن فصل الفنون عن بعضها البعض. ممكن افصلها من اجل الدراسه التخصصيه، ولكن انا حتى وبدرسها هحس انها متفاعله جدا. انا شخصيا بالنسبه لي، وبعدين حضرتك ذكرت كمان حمله ابو سمبل 50، الجائزه لم تكن فقط على اعمال معماريه، ولكن على بعض من المحاور التي اعمل عليها ليها علاقه بالثقافه والفن والعماره والحراك المعرفي. وعلى سبيل المثال لو كلمنا في المجال المعماري بشكل مباشر، كان احد الانجازات انه مشروع احياء منطقه النازله، منطقه الفخارين النازله في الفيوم، والمشروع ده حصل ليه سبق ما حصلش قبل كده في مصر، انه يتم تسجيل المشروع بعد انتهائه باربع سنين فقط، ان يتم تسجيله ضمن قوائم المباني المتميزه كانه تراثا. يعني احنا دايما متعودين نسجل مباني بقى لها 100 سنه 70 سنه ولمعماريين توفوا، فيبقى في مشروع بيتسجل معماري عايش بقاله 4 سنين، دي سابقة تحسب لكل من قام بهذا الامر، سواء بقى جهاز التنسيق الحضاري، مجلس الوزراء، الاهل المنطقه وهكذا. لو رحنا لبقيه المحاور واهمها زي ما حضرتك ذكرت حمله ابو سمبل 50، انا لو رجعت لورا سنه 98 كنت اول مره ازور منطقه ابو سمبل، واخش معبد ابو سمبل او معبدي ابو سمبل رمسيس ونيفرتاري، وادخل القبه اللي احنا بنقول عليها مجازا قبه، مشكله الجبل الاصطناعي. الجبل ده مش حقيقي، ده جبل اصطناعي تم استخدام احجار طبيعيه بعمل جبل يحاكي الوضع قبل النقل. يوم ما دخلت القبه الخرسانه ولقيت هذا العمل الهائل الاعجاز، وهو عبقريه انبياء ابائنا لا تقل عن اعجاز اجدادنا، قلت لازم يبقى الموضوع ما ينتهيش كده، وبدات اشتغل على متحف جوه القبه. في 2013 اسسنا حمله للاحتفال بمرور 50 سنه على انقاذ معبدي ابو سمبل. واشتغلنا فيها لغايه اليوم، احنا بنعمل انشطه كتيره جدا مرتبطه بيها. الانشطه دي كان منها انشطه فنيه، زي نظمنا 2 سمبوزيوم فن تشكيلي في ابو سمبل، كان بيروح فنانين مصورين لمدة أسبوعين يعيشوا في المنطقة ويعملوا نزاك فني، منهم فنانين كتير جدا مبدعين مصريين مشهورين، وثم يتفاعلوا في يوم ليلة العيد الشمس اللي هو ليلة تعامد الشمس، يتم عرض معرض الأعمال. قمت بندوات كتير جدا سواء في مصر أو في بتعيشوا مصر. حالة كاملة يعني، حالة كاملة طيب. طبعا ويتفاعل الفنان مع المجتمع مع الأثر. حضرتك قلت يعني جملة مهمة جدا، انه ده يمكن اول مرة مشروع بتسجل بعد 4 سنين فقط، فبعد ده ما حصل انت حاسس ازاي الجائزة دي ممكن او جائزة الدولة ممكن تبقى دافع لأجيال جاية من المعماريين عشان يبدعوا ويعملوا احسن ونرجع تاني بقى الفن ده بشكل كبير عندنا في مصر؟ هو الحقيقة أنا مش حاسس، أنا هستخدم كلمة يعني بجانب حاسس وأقول أنا متأكد. تمام. ومن كم الرسائل والاتصالات الهاتفية من زملاء أعزاء هم بيعملون في المجال وبينتجوا أعمال أقوى وأفضل مني كثيرا، لقيتهم بيقولوا لي إحنا شايفين الجائزة دي مش جائزة ليك لوحدك، جائزة لينا كلنا، وتحفيز ودافع لنا أن نستكمل اللي إحنا بنعمله. يبقى اللي إحنا بنشتغل عليه
لا ده ليه مردود بيشتغل عليه، اكن حد جه طبطب على واحد كده وحفزه. عارفه لما تلاقي حد في طريق طويل قوي وبيقال له يكمل. انا بؤمن ان مهم قوي انه كل شويه حد يقول لك كويس اللي انت عملته، مش وحش يعني. حقيقي حاجه، وبالذات طبعا لو جايزه من جوائز الدوله دي مهمه جدا، من يعني من افضل الطبطبه اللي انت بتقول عليها دي. اقول لحضرتك حاجه، انا فزت بجوائز عالميه في خلال ال 15 سنه اللي فاتت، الحمد لله كان ربنا رزقني بجوائز مختلفه على مستوى افريقيا، جايزه اولى على مستوى البحر المتوسط، على مستوى الاتحاد الدولي للمعماريين. ولكن ان مصر تكرمت باسم جائزه الدوله طبعاً لتعبير وطعم مختلف تماما. طبعا بيتك هو اللي بيكرمك بالضبط. اهم حاجه. لا وبعدين جائزه الدوله يعني اكيد يعني اقول لحضرتك حاجه، جايز الدوله دي كاني بقول هذا الشخص اضاف لهذه الدوله حقيقي شيء قيم. فده دي جايزه ليها يعني انا مش قادر اوصف معناها ايه، بس ليها تحفيز كبير جدا. احنا مبسوطين انك مبسوط بيها، ربنا يخليك، وعارفين ان انت هتبدع اكتر الفتره الجايه. انا بسميه ده فن، فعلا فن معماري. يعني انتوا بتقدموا حاجه بتعيش في ذاكره واذهان التاريخ المصري. احنا النهارده لسه بنفتكر، يمكن زميلي مصطفى هو كمان بيحب قوي الفن الاسلامي، ولغايه النهارده احنا، وزي ما هو قال في البدايه، احنا اللي بنينا الهرم. يعني احنا مبدعين جدا في دي منطقتنا في الاول وفي الاخر. حي يعني، ونقدر نبص بنظره بقى فيها مسؤوليه شويه، ان احنا الهرم ده لما تم انتاجه، يعني الهرم لما اتبنى كمنتج ثقافي في هذا الوقت، كان قيم جدا فعابر للزمن فاصبح تراثا. هنا مسؤوليه علينا احنا بقى، هل اللي احنا بنبنيه النهارده يستحق ان يكون تراثا في المستقبل؟ دي مسؤوليه يجب ان نعمل عليها. طب وبناء عليه النهارده يعني حضرتك فزت بهذه الجائزه، ايه هي خطواتك القادمه؟ ايه المشروع اللي انت يعني تتمنى من الدوله المصريه ان هي تتبناه وتنفذه، ويكون المعماريين يعني على درايه بيها، وهو حلم لكل طوائف الفن المعماري؟ هقول لحضرتك حاجتين، حاجه مباشره جدا ليها علاقه بالعماره، وهو يوجد افكار كثيره جدا جيده، في شباب معماريين قوي جدا، في متخصصين اقوياء جدا، محتاجين بلاتفورم، محتاجين منصه تظهر نتاجهم ويحصل مناقشه حواليه، وبالتالي نقدر نتبادل المعرفه والتجارب، نتائج التجارب. ده ما مش متوفر في السوشيال ميديا يعني مثلا؟ لا مش عايز السوشيال ميديا بقى، انا عايز منصه ان احنا نعمل بينالي العماره في مصر. بينالي كل سنتين يبقى في بينالي اشبه ببينالي فينيسيا في ايطاليا، البينالي زي المعرض العام في الفن التشكيلي. هذا البينالي يتعمل كل سنتين ويبقى فرصه لكل المعماريين يعرضوا نتاجهم وافكارهم وطروحاتهم ويتم المناقشه حواليها. ده هيعمل حراك معرفي قوي جدا. طيب الفكره الثانيه عشان بس الفكره الثانيه بسيطه جدا، حضرتك قلت الهرم وكلمته على الحضاره وكلمته على التراث، نفسي نتعامل مع التراث ان هو اثر لحضاره كانت موجوده، عايزين ندخل جوه الاثر. فهقول هناك شخص جد من اجدادنا اسمه عين ختيفي مقبرته في جنوب المعله، سوري في المعله جنوب الاقصر. عين ختيفي كان موجود في عصر المحلال، ولكن قدر يتحرك خطوات تنقلنا لعصر الانتقال. ده مهم جدا، مقبرته ما فيهاش ذهب لكن فيها كلام من ذهب. نفسي نبص لحضارتنا القديمه عن الاعمال والافعال وليس فقط المنتج الفني، ساعتها هنقدر نقدم للعالم نماذج تغير الدنيا. فيا ريت كلمه عين ختيفي دي، ده جد من اجدادنا المهم جدا، ممكن مصر تقدم للعالم رساله مختلفه. تعالوا نبحث عن هؤلاء. صحيح. يعني شكرا جزيلا، بنشكر حضرتك المعماري حمدي السطوحي الفائز بجائزة الدولة للتفوق، كل الشكر ليك ومبروك. عين ختيفي ده اسم مميز جدا، زي مصطفى كفافي كده. لا أول مرة أسمعه بصراحة. خلينا نروح سريعا لموجز الأيام وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا هالة الحملة، وتفضلي يا هالة. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي في بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خلال القمة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وعلى رأسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة. كما أنه من المقرر أن يشهد الزعيمان السيسي وشي جين بينغ مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ في مستهل زيارة دولية لجمهورية الصين الشعبية. وأوضح متحدث الرئاسة أن الزيارة ستتضمن حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. أعلنت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على رفح الفلسطينية. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن القرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير في رفح الفلسطينية. وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعارض الضربات بسبب الخطر الذي تمثله على حياة المدنيين بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه يوجد خطر حقيقي من احتمال أن تصبح إسرائيل معزولة عن المجتمع الدولي بدرجة أكبر بسبب طريقة تنفيذها لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها وسط مدينة رفح الفلسطينية. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت وسط المدينة بالتزامن مع قتال عنيف، في حين أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق وغرب رفح الفلسطينية مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيزال مؤقتا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن جزءا من الرصيف البحري انفصل عنه، وإن الرصيف سيتم قطره على مدى 48 ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإجراء إصلاحات به قد تستغرق أسبوعا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة. Urge them to take every single precaution. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان. وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن الاتصال تناول الحاجة إلى إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر الحدود وعبر خطوط التماس للتخفيف من معاناة الشعب السوداني. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن القدرة على إجراء استطلاع فضائي أمر بالغ الأهمية للدفاع الوطني عن النفس وحماية الحقوق السيادية للبلاد. وأكد زعيم كوريا الشمالي أن البلاد لن تتخلى أبدا عن جهود امتلاكها برنامج الاستطلاع الفضائي. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مصباح عليكم من جديد. في الحقيقة الارتباط العاطفي ده بيكون زي ما كلنا عارفين علاقة متبادلة من التقارب ومن المودة بتساعد في الحفاظ على العلاقة دي مع مرور الوقت. لكن الارتباط ده أحيانا يعني بيحيد عن مساره، بيصبح نوع من أنواع التعلق المرضي، وده بيعتبره المتخصصين نوع من أنواع الاضطراب اللي بيعاني منه بعض الأفراد، وللأسف بيكون ليه تأثير سلبي من الناحية النفسية أو السلوكية.
يعني نفسي اعرف قوي اللي بيتعلقوا تعلق مرضي دول بيعملوا ايه، يعني ايه التعلق اللي بيتعلقوه بالشخص ده، او الشخص ده بيقدم لهم ايه اصلا يخليهم يوصلوا للمرحله دي. طيب لما بيحصل ده ممكن نعالجه ازاي؟ يعني لو النهارده في حد حاسس انه متعلق بشخص بتعلق مش طبيعي، يعني الموضوع ابتدى يبقى تعلق مرضي، على فكره ممكن يكون حاجه بعيده عن اتنين بيحبوا بعض، يعني ممكن يبقى ساعات كتيره قوي بنته وباباها، بنته ومامتها، او العكس بيبقوا متعلقين ببعض التعلق المرضي ده. خلونا نعرف ازاي نعالجه وازاي يبقى بنعيش الحياه كده في علاقات صحيه. معانا النهارده منورانا في استوديو دكتوره هدى سالم، استشاري اسري ارشاد زواجي. ازيك يا دكتور؟ صباح الخير عليكي. صباح الخير. خلينا الاول نعرف علاقه بين اتنين متجوزين او بيحبوا بعض، انه ايه هو التعلق المرضي؟ يعني ازاي ايدنتيفاي او اعرف ان انا متعلقه بشخص تعلق مرضي؟ طيب هو في البدايه كده جوه كل واحد فينا طفل متعلق، بدايه من يوم الولاده كده التعلق بالام بريحه الام نفسها. فبيبقى من هو بيبي كده يبص في المكان البيبي ده مش لاقي مامته، يبتدي يعلن غضبه وثورته. مامته بتحضر، يحضر الامان. اذا في افتقاد الامان انا بحس اني انا مش طبيعي، والموضوع بقى ياثر عليا نفسيا في افتقاد الامان، اذا انا متعلق. لما كنت في لقاء قريب بتكلم عن التعلق بين الزوجين ما فيهاش اي مشكله خالص، بدليل ان احنا بنشوف ان في زوج بعد وفاه زوجته باسبوع تلاقي فلان توفى، يا جماعه ده لسه دافنين مراته او اتجوز. هقول لك على حاجه، موضوع الاخلاص هو دي حاجه صعبه جدا على النفس البشريه. انت بتتكلم عن حاجه معينه بس انا بتكلم. بص بيوقعوا الرجاله في الغلط ازاي؟ انا مش عارف. خليك شاهد، احنا ماشيين في تسلسل معين. ده صدقي ده اقول لها الراجل مات بعد مراتك، لا ويتجوز خلاص، هم يعني هم بيتصيدوا لكم الاخطاء. فالفكره ان دول اتنين متعلقين، اقدر اقول هنا ان هذا التعلق صحي وطبيعي بحكم العشرة، بحكم السنين، بحكم الحب، بحكم المعاملة الطيبة. إن الرجل ده افتقد الأمان وحس إن الحياة، وهنا بقى أنا بلخص التعلق في إن أنت بتحس استحالة العيش بدون هذا الشخص. أول ما تلاقي نفسك إن حياتك وإنت على قيد الحياة مشلولة حرفيا بمعنى كلمة مشلولة، أنا مش عارف أتحرك في دنيتي، مش عارف أشوف شغلي، مش عارف أشوف دراستي، بدليل أن بيبقى فيه طلبة مثلا صبح عليهم امتحان سواء جامعة أو ثانوي، ما برضو دي مشاعر، وتلاقي الدنيا تعطلت، هو قاعد طول السنة طالع عينه في المذاكرة وفجأة قابلته صدمة عاطفية، يعمل إيه؟ أنا مش عارف أشوف امتحاني دلوقتي، طب أنا خلاص أنا كنت فاضل لي درجة واحدة وهدخل كلية قمة، بس المشكلة إن حبيبتي سابتني الساعة 7 الصبح وأنا امتحاني 8. يا ساتر يا رب. ففي ناس بتمر بهذه اللحظات والله بدون أي مبالغة. صحيح. وفي شباب ما شاء الله عليهم معطلين نفسهم حوالي 10 15 سنة من عمرهم وأشرفوا على الأربعين وما زال لسه متعلقين في ذكرى بقصه من الذكريات حقيقي. لسه كنت بقول امبارح في بوست اني انا كنت من يومين في حاجه كده، قصه عاطفيه مع شخص من العيار التقيل قوي، ان هو قاعد 7 سنين معطل حياته حب من طرف واحد. لما تلاقي نفسك انت بتجهد سنين وايام وعمرك بدا يجري مع بني ادم، بتجري في سباق لوحدك ومنهك جدا، انت غير سعيد، انت غير مرتاح، انت بتبص في المرايه مكشر، يبقى انت هنا محتاج لعلاج نفسي. حاجه كمان من العلامات ومن الاعراض ان انت كنت بتتواصل ب 30 شخص فجاه بقوا 10، شويه بقوا 5، اول ظهور الشخص ده لقيت نفسك ما بتكلمش غيره، مفيش تواصل غير معاه، الدنيا كلها وهرمون السعاده مش بيشتغل غير معاه. فاعرف كده انك متعلق. طب هل هو على نفس المسافه من الحب ده؟ على مقاس قلبك فعلا. احنا لازم نشوف الناس واحنا بنختار، هل هم على مقاس قلوبنا؟ ما هو انت قلبك ده ليه قيمه. فمن وانت طفل الكبار الاهل الاب والام بيعملوا لاطفالنا قيمه؟ شكوتنا كانت في عين الاعتبار ولا ماما لما كنت مثلا تقول لها انا يا ماما انا في مشكله قابلتني مع صاحبي النهارده، او المستر قال لي كلمه زعلتني، الميس ضربتني، كنا بناخد مشكلته بعين الاهتمام والجد، ولا احنا كنا لا مش وقته بالليل بقى نناقش، ما هو انت شكلك انت اللي غلطان، ما تلاقيك انت اللي عملت وسويت. فانا بكسر ثقته بحاله، انا بكسر عنده مساله الشكوى. اذا انت مرفوض، انت منبوذ، فلما اكبر كده وابقى شاب جميل او شابه جميله فانا رافض فكره الرفض، انا مرفوض وانا صغير، فبالتالي بقيت مرفوض في الطبيعي. فلما الاقي حد يرفضني بمعنى ان هو متخلي
خلاص احنا في طريق مع بعض، فهيبتدي يسيبني ويمشي، بحس بانه اتغير عليا، وهنا مؤشر درجه حراره العواطف مش موجوده كما يجب كما توقعت. ولعنة التوقع ولعنة الانتظار ولعنة العشم هي اللي مودية كل العلاقات في سكة مسدودة. طيب، وبناء عليه حصل هذا التعلق وفي فتاة أو في شاب تعلق بشخص ولم يحصل على ما حصلش جواز، ممكن يبقى حب من طرف واحد، ممكن يبقى قصة والنصيب حب ربنا مش كاتبه، والنصيب ربنا مش عايزه بالظبط كده. هل ده ليه علاج نفسي؟ هل ده ليه خطوات علمية مدروسة؟ مش هل لي شكل من اشكال على حسب درجه التعلق. وفي اللقاء كنت قريب بقول ان التعلق درجات، هو تعود وادمان وعباده. انت في اي درجه منهم؟ انت مجرد ان انت اتعودت فتعلقت فخدت على وجود الشخص ده، فلما بيغيب عليك كم ساعه بيغيب عليك كم يوم فانت مضايق متضرر. اذا رقم واحد في روشته التعافي من هذا التعلق اتبصر نفسي كويس جدا. في اي عظيمه ربنا بيقول لك افلا تبصرون، أشوف نفسي، أكتشف نفسي. هو أنا متضايق ليه؟ أنا إيه اللي مزعلني كده؟ هي فارقة في حياتي ليه؟ هي ليه غيابها بتضايقني؟ هي ليه لما وصلتني منها مسج مش وصلتني منها مكالمة، ما بتكلمنيش بقالها كام يوم، أنا تعبان، أنا مخنوق. إذن أنا هنا متضرر، إذن أنا متعلق. تاني ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. هو هل الناس اللي بتقدس قوي فكرة العلاقات عامة يعني هي مهمة؟ أنا بقولش لأ، بس يعني هل دول ناس تبقى شوية ما عندهمش حاجات تانية في حياتهم يعملوها؟ يعني أنا النهاردة لما حياتي كلها تقف عشان مريت حاجة. مريتي بتجربة تعلق قبل كده؟ الحمد لله لا. ربنا ما يكتبوش عليك، لأن أنت أول ما ابتديتي الحلقة قلتي إيه؟ أنا عايزة أعرف الناس دي بتحس بإيه؟ لا مش عايزة. فأنا قلت يا رب ما يكتبوش عليكي. لا مش عايزة. لأن هو فعلا فعلا أغلب المشاكل النفسية بسببها التعلق، التعلق بفكرة، التعلق بوظيفة، التعلق بحلم، التعلق بأم، التعلق بالإنجاب، ممكن يبقوا زوجين بقالهم يعني 15 سنة نفسهم يجيبوا طفل، التعلق بالفكرة. فأنت فكر إن ده رزق. طيب الإنسان اللي ربنا ما كتبهوش ليا، أوكي ده رزق برضه، ربنا مش عايزه ليك. ما أنت ممكن تقعد تلح على الله تقول يا رب أنا عايز دي، هي دي يا رب، أنا هموت لو ما خدتهاش، يا رب اجعلها من نصيبي، يا رب تسيب خطيبها وترجع لي، تسيب جوزها وترجع لي. أنا بشوف ساعات بوست في ناس على كدا. فيسبوك يا رب لو مش من نصيبي خليه من نصيب، يعني طيب افرض ربنا استجاب خلاص، مش انت اللي قلت، مش انت اللي ألحيت على الله؟ ما هو ربنا بيقول لك وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. فانا يا عبدي مش عايز ده، انا مش عايز لك الشر ده، بس انت مصمم ومصر وخلاص استجبنا له، خلاص استجبت لك الدعوه. ما تجيش تقول ليه يا رب عملت فيا كده، لا اله الا الله، هي المشكله في صدق القلب. انت قلبك بيقول لك ايه؟ عايز السكه دي؟ طب ما يجي عقلك يديك بقى على دماغك يقول لك تعالى انت متالم، انت تعبان، الشخص ده غلط، السكه اللي انت ماشي فيها غلط. هو انت اول ما تحس ان انت مستهلك، اول ما تحس ان ابتدى يشيب قلبك، لان هنا احنا بنحس ان احنا مسنين جدا من جوانا، فتيجي تكلم شاب لسه في الثلاثين او في العشرينات اقول له لسه قدامنا، ولسه قدامنا ايه يا استاذه؟ انا حاسس ان انا عندي 60 70 سنه، دي اهلكتني، دي استهلكتني، انا بقيتش بالظبط، انا بقيتش مستحمل. طب يعني هنا الفصل ما بين القلب والعقل، انت حطيتي ايدك على نقطه مهمه جدا. اكيد. ازاي بقى الواحد يعمل الكلام سهل في المواقف اللي زي دي؟ عظيم. ربنا ما يجيب حد في موقف زي ده ابدا. يا رب يا رب. بس اغلب اغلب المنتحرين قبل ما بيفكروا في الانتحار هو كان متعلق بشيء كتير، متعشم في حد كتير، منتظر حاجه معينه كتير، فدي كارثه. العقل فين بقى؟ العقل مفيش وعي. انا بقى ازاي افصل ما بين القلب والعقل ازاي؟ لان انت يعني انا شفت اصدقاء كده بتكلم جسد بلا روح. بالظبط. بتكلم شخص بالزبط. هو مش معاك، يعني هو لو مدمن هيبقى اكثر وعيا. بالظبط. فهو لا، ما مش انت بتكلمه هو فعلا مش حاسس. وفي منهم اللي بيكتئب واللي بيخش مش هينفع يروح يتولدوا من جديد عشان اقول لك هم يتولدوا ويدخلوا بطن مامتهم، يتولدوا من جديد عشان نعلمهم ثقافه تقبل الالم، ان انا اتقبل ان مش كل حاجه انا بتمناها، ده احنا اهالينا علمونا كده، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. بس انت تبقى متاكد جدا ان انت عندك يقين ان الله قادر، هي الفكره في ان ربنا عايز ده ولا مش عايز، او انها معركه ربنا انت أراد خسرت ده ولا فيها، فخلاص شوف بقى ايه المعارك التانية. المفروض ان اي انسان في الدنيا يكون له مستشار عاطفي. صحيح. ويكون له حد ذو حكمه، مش لازم يكون حد من اهلك، مش لازم يكون حد من اصدقائك، روح لحد حيادي، اتكلم مع حد انت عندك يقين ان هو هيكلمك بعين العقل. بس هي الفكره، انا بقى هقتنع ولا انا منشف دماغي على فلان؟
ان هي دي مصيري. ما بتسمعش. هو ده مصيري. معلش يا بنتي الحلال، يا بنتي الحلال ده بهدلك، يا بنتي الحلال ده انت كان نفسك في الخاتم الفلاني وكان معاه حق الخاتم الفلاني ما جابولكيش، ده استخسر فيكي كوبايه العصير انت اللي حسبتي وانت قاعده في الكافيه. ففي علامات. بصي، تغافل الاشارات الربانيه وتجاهل رسائل ربنا، لان ربنا مش بيسيب لنا كده دنيا سداح مدح، هو ربنا بيحط قدامنا اشارات. احنا كبني ادمين عندنا شويه عند وعندنا تعنت ومكابره، احنا اللي بنحاول نعدي. رفض ان انا اترفضت، يعني بالزبط. ممكن يبقى عندي رفض ان انا اترفضت. طب دكتور، لو جه لحضرتك بنت دلوقتي او ولد وهم بيمروا بمرحله انفصال وفي بدايتها، يعملوا ايه؟ يعني بتنصحيهم بايه؟ ازاي اشغل نفسي عشان اطلع بره المود الوحش قوي ده؟ والله انا مش هينفع اقول لها ايه، يلا بينا نتعالج قبل ما نقعد نحلل الالم. انت متالمه لاي درجه؟ انت متخيله ان ربنا اللي خلقه ما خلقش احسن منه؟ لا، ده انت هتلاقي زيه وافضل منه وكتير جدا. وهتقولي بعد شويه شهور او سنه حلوين، شويه وقت حلوين، هو انا ازاي كنت كده؟ ازاي كنت حد ساذج؟ ما كنتش فاتحه عيني ليه؟ ما خدتش بالي من الموقف الفلاني ليه؟ ازاي لما مامته عملت الحركه الفلانيه او اخته اتصرفت تصرف فلاني وهو كان سلبي جدا، انا كنت فين في حياته؟ انا مش اهم الاشياء. ما هي الفكره، انا في مقدمه اشياء الشخص ده ولا في اخر القايمه؟ انا من ضمن اولوياته ولا لا؟ هل هو مهتم بتعبي؟ بيجي لي في الشده وفي الازمات واقف معايا؟ بيسندني فعلا؟ لما حد من اهلي بيزعلني انا بلاقيه سبورتد ليا وبياخد بخاطري كده وبيقول لي كلام حلو. احنا كلنا محتاجين كلمه حلوه، كلنا محتاجين معامله حلوه، احنا مش عايزين مجاملات، احنا عايزين افعال. فموضوع ان هي تبقى اقول لها يلا بينا النهارده دوسي كده على الريموت، عشان في حد كان بيقول لي افتحي لنا بقى يا استاذه الشنطه بتاعتك طلعي لنا الريموت كنترول يخليني انسى عشان القصه تتبخر، هي قصه مش كده، هي القصه ان انا اكتشف نفسي اولا، ان انا معذب ومتالم وان انا لازم اقدر نفسي. احنا محتاجين كورسات في تقدير الذات، ان انت قيمه، حب نفسك شويه، ده ربنا نفسه كرمك. انت ازاي تتقبل الاهانه من مخلوق زيك بشري ماشي على الارض؟ ده ربنا عز وجل عززك، مشاعرك دي أمانة. أنت لما جيت الدنيا، الدنيا كانت كلها مش مصدقة أن أنت وصلت. فأنت إزاي ياخدك إنسان من حياتك، من يومك، من أحلامك، من ثباتك الإنفعالي ومن هدوءك النفسي والعصبي، يشتغل على خريطة هذا التدمير؟ أتقبل تدمير إزاي؟ طيب، مرحلة العشرينات أو المراهقة مرحلة مليئة بالطاقة والحيوية والاندفاع والتهور، وفي نفس الوقت الاندفاع والتهور والدخول في مراهنات عاطفية خاطئة. أكيد. يعني هي مرتبطة بالحاجتين. ممكن الشخص يكون فيها منتج جدا، احنا بنشوف مش في امريكا، في مصر ناس عملوا شركات وبقوا مليونيرات وهم في السن وشباب ان شاء الله قبل ما يوصل لل 30، لان هو ركز. أيوة. لان هو حط قدام عينه. أيوة. هدف. وفي ناس بتحتكر او بتخش في علاقات، سواء ولد او بنت، شاب او فتاة، بيخشوا في علاقات خاطئة. تنصحي بايه أبناء هذه الفترة؟ لأن أعتقد أن الحوار ده منصب أكتر على الفئة العمرية. لو قلت لحضرتك، لو جبنا بقى بداية المادة الخام لتنشيف الدماغ عند الرجل أو الشاب، اسأله عن علاقة بابا عاملة إزاي. هتقولي ليه؟ هقولك لأن الأب هو المسؤول الأول للتشكيل الوجداني لبناته وأبنائه. الأب لو خلى ابن من هو صغير بيعامله معاملة ان انت راجل، اذا هو طالع هو كبير عارف ان انا راجل وانا كلمتي مسؤولية وعهد، فانا هخلي بالي من نفسي لاني استحق ان انا اكون كويس، فمش هسمح ان انا ادخل علاقة حد يهين كرامتي فيها. البنت لو باباها الحب الاول اللي في حياتها كان سليم، كانت بتدعم بالكلام الحلو، عشان كده بقول قبل ولادك ما يروحوا يناموا لهم كلمة حلوة. اما تحس ان هم متأثرين وشكلهم مش طبيعي وهم في صداقتهم حتى بأصحابهم في نوع من عندهم التدني والشعور بالدونية والشعور ان هم منتقصين نفسيا، لا انت حاجة كويسة، ما تسمحش لحد يقول لك كذا. ولازم يبقى عندك ثقافة لا، ما تسمحش ان حد يهينك، حد يوجعك، حد يجرحك. في نفس الوقت احنا محتاجين في حياتنا كلنا صديق روح او صديقة روح، حد نلجأ له في المواقف الصعبة. فكرة ان وانت صغير بنشرب بجد كده اصول عزة النفس واصول ان انا احافظ على كرامتي، ده مش معناها خالص ان انا بعقد الدنيا، ده انا لما بعمل لنفسي قيمة هعمل لك قيمة، لما بعمل لنفسي كرامة انا بعمل لك كرامة، لما بحترم هذه النفس اللي خلقها ربنا وهي هدية، اذا كل الناس هتحافظ على الهدية دي. فالاب
ثم الأب ثم الأب، مصادقة أولادنا من هم صغار هيطلعهم فعلا ناس عندهم وعي، القلب مش شغال طول الوقت، العقل هو اللي بيقول كلمته. على أي حال هو طبعا موضوع الكلام فيه سهل، متشعب جدا. لا والكلام فيه سهل والله بجد، التطبيق على ارض الواقع فعلا بيبقى صعب جدا. التطبيق على ارض الواقع وفي ناس فعلا. طب اقول لحضرتك انا بقابل شباب ما شاء الله وناس منتهى العقل، طب انت شايفه اني انا دلوقتي فعلا الموضوع ده لا ياخد على العقل هنا خلاص. القلب هو اللي اتحكم مش كله والله، في ناس مستسلمه وفي حد مجرد موقف ما بيحصل مثلا من حبيبته انتهى الامر، انا اسف مش هقدر اكمل، انا اتوجعت مره واثنين، اتهنت مره واثنين. ما هو ده بقى بيبقى رد فعل سلبي بعد ما عندي كتير تنشيف دماغ كتير، ففي صحيح. حاجات ربنا اظهرها لي صحيح. اوكي الاشارات حلوه قوي باينه، شكرا صحيح. يا هدى انك فتحتي لي الدنيا صحيح. في حد تاني مش قادر فيجي لي بعد شويه والله العظيم ما قادر اتعافى صحيح. انا مش قادر انا هموت هي صحيح. يا اما هي، اذا هي المشكله فعلا في العواطف الزياده وان انا ما شفتش الدعم الحلو من البيت صحيح. ما شبعتش عاطفه من وانا صغير صحيح. على اي حال التعلق المرضي زي ما قالت الاستاذه هدى هو نوع من أنواع الاستسلام، هنا القلب بيشتغل بدون أي عقل، لو حب الإنسان أنه هو يخرج من هذه الحالة اللي بتوصف بالإدمان هياخد وقت وهيتوجع، لكن بالتأكيد هيتعلم درس مهم جدا جدا جدا، وده اللي بننصح بيه كل الشباب المقبلين في بداية حياتهم في علاقتهم العاطفية. اتكلمت عن الموضوع ده تعلق المرضي في العلاقات العاطفية بالتحديد الأستاذة هدى سالم استشاري الأسري والإرشاد الزوجي اللي نورتنا النهاردة في استوديو صباح الخير. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جدا مستيلي. يعني تقدير الذات هي كلمة السر. مشاهدينا نروح دلوقتي مع هالة الحملاوي نعرف منها أخبار الرياضة المحلية والعالمية، تفضل يا هالة. شكرا فسنت، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني انطلق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر ليهم يوم 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. انتظم اللاعبون في المعسكر وخاض الفريق تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة في أول أيام المعسكر. البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن قائمة الفراعنة الصغار استعدادا لاداء مباراتين وديتين مع نظير الكوت ديفوار ويومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهره ظل الاستعدادات للمشاركه في اولمبياد باريس 2024. هيبدا المنتخب الاولمبي معسكره يوم 1 يونيو المقبل وبيستمر حتى يوم 11. سموحه فاز على لافيانا بنتيجه 1-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم باستاد الاسكندريه ضمن فعاليات دور ال 32 لكاس مصر. احرز هدف سموحه حسام حسن في الدقيقه 43 ليتاهل الفريق السكندري لدور ال 16 من البطوله. وفريق سيراميكا اتأهل لدور ال 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات مستغلا فترة التوقف الدولي اللي حصلت عليها الفرق بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو. ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس نجحت في التأهل للدور الثاني من بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام، وفازت ميار على الصينية يوي يوان بنتيجة مجموعتين جاءت نتائجها 6-1 و6-3 وده في الدور الأول من البطولة. الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد اختير كأفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024 بعد أدائه الرائع وقيادته للمرنجي للتتويج بلقب الليغا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل فقرات صباح الخير يا مصر.
برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. ممكن كلنا ايه نبعدين كده بنتكلم مع بعض، انا شعري بيقع طب خدي فوليك اسيد، انا حاسه انا دايخه شويه طب خدي حديد. كلنا بنلجا لتناول الفيتامينز والمكملات الغذائيه اعتقادا بان ده بيعوض عن نقص العناصر الغذائيه، لكن في الحقيقه انه ده خطر كبير جدا لانه استهلاك غير منظم وغير خاضع للرقابه الصحيه للمكملات الغذائيه، يمكن انه ممكن في وقت كتير جدا يؤدي الى اثار جانبيه شديده الخطوره. دايما بنقول في استهلاك للكلى لما بنستهلك الفيتامينز بشكل غير منظم. المشكله ان كلنا بقينا دكاتره، وزي ما انت قلتي كده كلنا بننصح الاخرين بان احنا كده، والكارثه الاكبر السوشيال ميديا وفيديوهات اليوتيوب اللي اصبحت عياده لاي انت تعبان فانا عندي تعب في كده، فتلاقي في حاجات زي كده. طيب ايه الصح وايه الغلط؟ نعمل ايه فيما يتعلق بادمان المكملات الغذائيه اللي اصبح عاده عند ناس كتير جدا؟ بصحبتنا الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذيه العلاجيه هيكلمنا عن الموضوع ده، اخطاره وفوائده والفئات العمريه المستحقه لهذه المكملات وكيف يمكن ان تكون هذه المكملات بالفعل علاج وليس نوع من انواع الضرر على الجسم. برحب بيك يا دكتور. يا اهلا بيك. يا اهلا بيك. صباح صباحنا. خلينا نتكلم نقول الاول ان المكملات الغذائيه اللي موجوده في الغذاء الطبيعي بصورتها الطبيعيه احسن بكتير من اللي هتاخدها كحبوب. ونسبها اللي موجوده في الاكل الطبيعي اللي انت بتاخدها يعني النسب الطبيعيه ومكوناتها اللي موجوده في الاكل اللي ربنا خلقه مش هتقدر تظبطها بحبوب او مش هتقدر تظبطها بمركب كيميائي عضوي زي اللي انت هتشتريه من معظم الشركات اللي هي بتارجت او بتستهدف اللي هو البروباجندا، يعني اللي بتعمل بروباجندا للزبون او للشخص اللي هو قاعد يتفرج على السوشيال ميديا او قاعد يتفرج على وسائل الاعلام او قاعد يدور على حاجه عايز يحسن بها صحته فبيلجا لوسائل معينه يتفرج ويروح يشتري، فهو بيتارجت ماركتنج وتسويق اكتر منه علم. يعني ودي في مش في مصر بس او في المنطقه العربيه، ده في العالم كله، دي شركات عالميه كبيره جدا بتكسب مئات المليارات من الدولار. يعني تجاره المكملات الغذائيه يعني تدويرها في العالم كله 250 مليار من 250 مليار دولار ل 300 مليار دولار سنويا بمكاسب 1000%. يعني علبه الفيتامينز او علبه المكمل الغذائي اللي انت بتشتريها مثلا ب 100 دولار لا تتعدى تصنيعها 2 دولار او 4 دولار ماكسيمم. يعني فشوف كم المكاسب قد ايه. طب المكاسب دي بتروح للابحاث العلميه الخاصة بالمكمل الغذائي دوت ولا بتروح فين؟ لا دي بتروح تسويق وبتروح للمحامين اللي بيرفعوا قضايا وبتروح للشركة للهيئات اللي بتدعمها وبتسوقها على مستوى العالم. ده دي من ادمان ناحية بقى، ده إيه؟ قصة فيها ادمان، مش ادمان، ده اقتصاد عالمي. يعني انت جزء من الاقتصاد العالمي، جزء من منظومة الاقتصاد العالمي بتتمرر بطريقة غير علمية غير الدواء. هقول حته هي كمان لازم يا دكتور. يعني هل انا النهارده مثلا ينفع السيده حامل مثلا ينفع اقول لها ما تاخديش فيتامينز؟ بحسب ما الطبيب بتاعك يقول، حسب النقص اللي في جسمك ايه. ما هو الناس بتاخد الكلام ده من غير ما تعمل اي حاجه. لو انت عندك نقص في فيتامين معين والدكتور قال لك خدي فيتامين دوت اتس اوكي، لكن انت ما عندكش نقص. يعني معظم الناس بتروح تاخد فيتامين الف. فيتامين الف موجود في جسمك وموجود طالما انت الامتصاص عندك وامعائك يعني الجهاز الهضم عندك والامتصاص عندك كويس، ففيتامين ألف موجود لان بتاخديه انت بطريقه يعني انت احتياجات جسمك كله 600 مايكرو جرام، هتاخديه من اي حاجه هتاكليها، مش شويه خضار مش شويه اي حاجه، دخل جسمك واحتياجاتك اوكي. فيتامين سي
محتاجه ايه؟ محتاجه برتقانه، محتاجه شويه جرجير، محتاجه شويه حته كانتالوب، شويه الفيتامينز اللي في الوجبه اللي حضرتك بتاخدها بتبقى قليله جدا. الفيتامينز اللي في الوجبه اللي انت بتاخديها مش مضمونه. لا الفيتامينز اللي موجوده في الوجبه اللي ربنا خلقها الطبيعيه موجوده معاها الاحماض والمعادن والفايبرز وتركيبه كده جسمك بيمتصها بسهوله غير ما بيستخلصها، واديها لك بتركيز عالي جدا على شكل حبايه، جسمك مش هيستفيد بيها زي ما هيستفيد بيها وهي موجوده في الوجبه. طب وردك ودي الابحاث الجديده كلها، انا بكلمك على ابحاث 2020 و2021 و2022، مش بقول لك ابحاث قديمه، لا كل الابحاث بيقول لك ان يعني مثلا الناس اللي لقوهم بياكلوا فاكهه وخضار صحيا وصحيا احسن من الناس اللي بتعتمد على الصبل اللي هي المكملات الغذائيه والفيتامينات والحاجات دي كلها. فان تاخدي الفيتامينات من مصادرها الطبيعية ومن المصادر الأصلية بتاعتها أحسن ما تاخدها من مصادر مصنعة بطريقة كيماوية بتركيزات عالية جسمك مش محتاجها. طيب ردك إيه على بيقول لك بعد الأربعين لازم تاخد حباية أوميجا 3 كل يوم علشان الكوليسترول والدهون الثلاثية والدم بتاعك يتدفق؟ برضو هقول لك برضو إن برضو في سنة 2019 اتعملت أبحاث ان قال ان لقوا الناس اللي قال لك الاوميجا 3 ده موجود فين؟ موجود في السمك وموجود في المكسرات والكلام ده، فلقوا ان الناس اللي بتاكل مكسرات وبتاكل اسماك صحتها بتتحسن كويس جدا. فقال لك طب كويس او نستخلص بقى الكلام ده كله ونديه لهم في صوره حبوب او مكمل غذائي في اوميجا 3 او اوميجا 6 او اوميجا 9 والكلام ده، ونعمل لهم خلطه كده مجموعه الاوميجا ونديها لهم. لقوا ان صحه الناس اللي هي بتاخد الحاجات دي من السمك والفاكهه والمكسرات والكلام دي احسن بكتير من اللي بتاخدها من شكل حبوب وفيتامينات. انا بقول لك حاجات يعني مش بقول لك، بقول لك ابحاث جديده. هقول لك على معلومه تاني اكتر مهمه جدا، فيتامين سي اللي الناس كلها بتاخده، يقول لك لما يجي لك دور برد خد كميه من الفيتامين سي واشرب واعصر وما اعرفش الكلام ده كله. تشرب برتقانه ولا شويه ليمون، يكفيك بس من 40 ل 100 ملي جرام من فيتامين سي في اليوم، هو ده احتياج جسمك. ده امتصاص جسمك، اكتر من كده ملوش لازمه، اكتر من كده داخل بقى يعني الكلى هتمتصه، لان الفيتامين بيضيف في الميه جسمك مش هيضرك جامد قوي الا لو خدت منه جرعات عاليه قوي قوي، هيوجع لك الجهاز الهضمي او هيعمل لك اسهال او هيعمل لك الكلام ده كله. انت كل اللي محتاجه برتقانه، ليمونه، حته كانتالوب، خلص الموضوع، واحده افوكادو. مش محتاج بقى تروح تجيب بقى 1000 مللي جرام ومش اللي انت بتشوفها دي و5000 مللي جرام و3000 مللي جرام و20000 مللي جرام والكلام ده كله، هو احتاج 40 مللي جرام. هي البرتقانه او الليمونه او التفاحه او كل ده موجود في الكلام ده كله. ده بالنسبه لفيتامين سي. وبالنسبه لفيتامين ايه؟ طيب فيتامين دي برضو ده من الفيتامينات اللي هي المهمه جدا. ده موجود فين فيتامين دي؟ موجود في الشمس. امشي. طيب. مش محتاج الجرعات الكبيره دي الا لو دكتورك الا لو دكتورك قال لك انك عملت تحليل ولقيت عندك نقص شديد، مصريين وهتاخد لحد ما تعوض، مش هتاخده على الفاضي والمليان. يا دكتور الفلاح اللي بيفحت في ارضه وبينزل كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 4 يعمل ما شاء الله صحتهم بتبقى لغايه ال 80 و 90 زي الفل بسبب اشعه الشمس وبسبب فيتامين دي. احنا بقى ابناء المدن اللي بنتعرض للشمس واحنا لابسين بكم او بنص كم بس في طريق الذهاب او العوده في العربيه ما يبقاش قليل بالنسبه لنا. خلينا برضو نتكلم كلام علمي. شفت انت قلت حاجه مهمه جدا. انت قلت الراجل اللي بيروح الشغل بتاعه والكلام ده كله، انا برضو مش عايز انساق ورا فكر تسويقي. هو الفكر التسويقي بيقول لك ايه؟ خد الحاجه دي هتبقى كويس. طب ما قالكش ليه غير اللايف ستايل بتاعك؟ ما قالكش ليه اتحرك احسن؟ ما قالكش ليه كل بطريقه احسن؟ ما قالكش خلي اكلك بطريقه صحيه كويس، زود حركتك، امشي في الشمس. هو بيقول لك ايه؟ ما تعملش الكلام ده، خد البتاعه ديت، خد التركيبه ديت هتبقى كويس. انت برضو مشيت ورا تسويق، فكر تسويقي. انت قاعد في المدينه، انت ما بتعملش اي حاجه، انت قاعد في البيت، ما هو ده برضو، وما بتتحركش، ما هو ده برضو مش صح عليك. هو اللي انت هتاخده ده مش هيحسن لك اللي انت القعده اللي انت قاعدها. انت لازم تغير اللايف ستايل بتاعك، لازم تزود نشاطك الحركي، لازم تاكل اكل بطريقه صحيه، لازم تاكل اكل فيه كل العناصر اللي جسمك محتاجها. مش محتاج انك انت بقى تقعد في البيت
ما تتحركش، ما تشوفش الشمس، وتاخد المكمل الغذائي دوت، وصحتك هتتحسن. هتتحسن ازاي طيب؟ طب ايه الفرق بين المكملات الغذائيه والادويه؟ بصي بقى، اي حاجه مكتوب عليها مكمل غذائي، ليه مكتوب عليها مكمل غذائي ومنتشره وكتيره قوي؟ ليه؟ الادويه او العلاج الدوائي بيمر بمجموعه بروسيس كده، خطوات. الخطوات دي لازم تثبتي فعاليتها. الخطوات دي عشان تثبتي فعاليه الدواء وان الدواء ده بيجيب نتيجه بتاخد لها من 10 ل 20 سنه. وعشان دواء واحد تثبتيه وتعملوا له ابحاث والكلام ده كله، انت بتتكلمي من مليار ل 2 مليار دولار ابحاث للدواء دي في خلال ال 10 او 20 سنه دول. المكمل الغذائي بتروحي تاخدي تحطي له رقم معين، رقم تشغيله معينه بتتحط تتلزق عليه مكمل غذائي، مش مطالبه انك تثبتي بيعمل ايه، او مش مطالبه تثبتي انه جواه ايه. فعلا بس كده، مش انا بقول لك هي ده اقتصاد عالمي. بقول لك التيرن اوفر بتاعه من 250 مليار ل 300 مليار دولار في السنه، فطبيعي جدا ان هو لازم يحميه. بيحميه بايه؟ بماركتنج، بانفلونسر، ببلوجرز، بحملات اعلانيه جباره، بسوشيال ميديا غير طبيعيه. طب معلش، انا هتفق معاك في كل اللي قلته، ولكن الساده مدمني صلاه الجيم والكرياتين والبروتين، قال لك انا لو كلت فرخه كامله هيبقى عامل قد كده بروتين، فناخد سكوب بروتين على لبن علشان اعرف اضخم واعمل وبتاع. خلينا نقول ان انت بتروح الجيم عشان تحسن كفاءه حياتك. اوكي، اللايف ستايل بتاعك. انا برايح الجيم عشان احسن كفاءه اجهزه جسمي ونشط الدوره الدمويه بتاعتي وحسن عضلاتي. مش لازم اخلي عضلاتي قد كده، يعني انا مش المنظر ده، مش يعني المنظر ده حد دخل اذا هي مؤثره إيه؟ يعني اذا هي مؤثره بالايجاب اهو. انهي فيهم بقى؟ ما في ما بص، اصل الجيم ده الحاجات اللي بتتعمل في الجيم دي في حاجات خطيره جدا 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 جدا. الحقن اللي بتتاخد في العضلات دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل غرغرينا وبتعمل حاجات. الهرمونز والمنشطات خطيره جدا على الكلى. الاسترويدز خطيره جدا. المنشطات خطيره جدا. نتكلم على الواي بروتين والكرياتينين. هل انت عملت فحص كلى كويس قبل ما تاخد الكلام دوت عشان تعرف كفاءه الكلى بتاعتك هتتعامل مع البروتينز العالي اللي انت هتدخله جوه جسمك دوت، الكلى هتتعامل معاه ازاي؟ ما انت لازم تبقى تشوف الكلى بتاعتك هتقدر تتعامل مع الكلام ده ازاي. كميه التمرين اللي هتعملها، المدرب اللي انت هيدربك هل هيقدر يظبط لك الكميه ديت ويخرجها من جسمك بدل ما تترسب جوه جسمك وتعمل لك مشاكل في الكلى. طب ما تتمرن بطريقه، ما تاخد بروتينك العادي خالص من البروتين اللي موجود في الفراخ والاسماك بصورته الطبيعيه، وتتمرن بطريقه جرادولي. عدد كبير من الفراخ واللحمه والبيض عشان كده. بالزبط. طيب دكتور، سريعا جدا، المرضى الاوعيه الدمويه والقلب هل محظور عليهم ان هم ياخدوا فيتامينز؟ ما احنا قلنا الاول حسب تحليلاتك انت بتاخدي. لو عايزه تاخدي فيتامينز، انت عندك نقص في الفيتامينز، دكتورك هيقول لك اعملي لي تحليل فيتامين دي، فيتامين اي. هل لو عندك نقص حديد، نقص في الحديد، عندك نقص في الحاجات دي هتاخديها. اوكي، هتاخديها يا اما ممكن من الاكل الطبيعي، هيقول لك زودي في اكلك كذا كذا، يعني الحديد يقول لك زودي بروتين شويه وزودي الخضروات الداكنه. ايه الوجبه المثاليه يا دكتور؟ يعني ايه الوجبه المفروض تبقى على سفرتي كل يوم؟ الخضار والسلطه والبروتينز الطبيعي العادي خالص، هو ده احسن. دي الوجبه المثاليه اللي المفروض تبقي تاكلي منها بروتينز في شكل مثلا بيض، فول نباتي مثلا، يعني بروتين نباتي او بروتين حيواني. لو انت عايزه تخلطي تاخدي بروتين كامل وما عندكيش الامكانيات انك انت تاكلي بروتين، تجيبي لحمه او فراخ، ممكن بيض مع فول، خلاص انت خدت كل الامينو اسيد اللي جسمك محتاجها، مع شويه سلطه مع شويه خضار. وتتجنبي الحلويات، تقللي منها على قد ما تقدري، تتجنبي الدهون الغير مشبعه. بالظبط.
اللي هي اللي موجودة في الزيوت النباتية عشان ما تتراكمش جوا جسمك. لو انت كلت كده تاكلي كل حاجه وتاكلي وتشبعي يعني يعني المفروض انك انت تاكلي، المفروض الانسان ياكل ويشبع. الانسان مش مخلوق عشان يجوع نفسه. تاكلي وتشبعي يعني اللي اتعودنا عليه طول حياتنا واجدادنا اتعودوا عليه بالظبط كده، نرجع له تاني وما تلخبطيش بين الوجبات. هو الانسان اللي وزنه بيتلخبط وصحته بتتلخبط لانه بيبقى واكل وشبعان صحيح، واي حاجه معديه قدامه بيقعد ياكل منها، اديني حته دوقني الكلام ده كله. والمكسرات كمان زي ما الدكتور قال. كل الشكر ليك دكتور مصطفى ساري استشاري التغذيه العلاجيه، بنشكرك على وجودك معنا يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بك، صباح الخير. خلينا نروح سريعا لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملاوي، اتفضلي هلا. شكرا مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي في بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خلال القمة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وعلى رأسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة. كما أنه من المقرر أن يشهد الزعيمان السيسي وشي جين بينغ مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات. هذا ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي غدا الخميس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. في السياق ذاته، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأشار منصور خلال رسائله إلى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مجددا دعوته إلى مجلس الأمن إلى التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين. وشدد منصور على ضرورة محاسبة إسرائيل عن جميع الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. أعلنت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على رفح الفلسطينية. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن القرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير في رفح الفلسطينية. وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعارض الضربات بسبب الخطر الذي تمثله على حياة المدنيين بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه يوجد خطر حقيقي من احتمال أن تصبح إسرائيل معزولة عن المجتمع الدولي بدرجة أكبر بسبب طريقة تنفيذها لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 236 على التوالي، وسط اشتداد الهجمات على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع وجباليا شمال قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال أحزمة نارية وغارات عنيفة على وسط مدينة رفح، حيث توقفت خدمة الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء المدينة بالتزامن مع قصف الاحتلال وتوغل آلياته. وفي مخيم جباليا بشمالي القطاع تعمد جيش الاحتلال نصف مباني سكنية في المخيم، كما شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة ومخيم البريج بالمحافظة الوسطى بالقطاع وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة ومدينة خان يونس بجنوبي القطاع. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان. وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن الاتصال تناول الحاجة إلى إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق
عبر الحدود وعبر خطوط التماس للتخفيف من معاناة الشعب السوداني. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن القدرة على إجراء استطلاع فضائي أمر بالغ الأهمية للدفاع الوطني عن النفس وحماية الحقوق السيادية للبلاد. وأكد زعيم كوريا الشمالية أن البلاد لن تتخلى أبدا عن جهود امتلاكها برنامج الاستطلاع الفضائي. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من جديد، ما زالت الدولة المصرية من خلال عدد كبير من مؤسساتها في الحقيقة بتواصل دعم أولادنا من النوابغ والمبتكرين. طلبة وطالبات المدارس في كل المحافظات عندهم عدد كبير جدا من البرامج المخصصة لهذا الأمر، آخرها المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين اللي هتكتشف وتأهل الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا. تفاصيل أكتر عن هذه المسابقة الضخمة لطلاب المدارس برحب بالدكتورة أمل نصر الدين، مدير إدارة البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي. صباح الفل عليك. صباح الخير على حضراتكم والسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني ضمن برنامج الآي كلوب أو الابتكار، هيتم إزاي تنظيم أضخم مسابقة لأولادنا من طلاب المدارس على مستوى الـ 27 مدرية؟ بالفعل احنا بننظم المسابقه ديت لتاني سنه على التوالي. السنه اللي فاتت كنا عاملينها از بايلوت كده تجريبي على وخدناها على مدارس ستيم اللي هي المدارس المتفوقين. المفروض ان احنا بننظمها من خلال بالاشراف صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ اللي هو يعتبر احد اذرع وزاره التعليم العالي لرعايه ودعم واكتشاف وتاهيل المبتكرين والنوابغ على مستوى الجمهوريه، سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي أو حتى بعد التخرج وريادة الأعمال والشركات الناشئة والباحثين، فبكل المراحل المختلفة. نرجع للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، احنا السنة اللي فاتت طبقناها بشكل تجريبي كده على مدارس المتفوقين، والحمد لله احنا طلعنا ب 30 فكرة مبتكرة تم عرضها على معالي وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم في حفل ختامي، وتم تأهيل 3 متسابقين خدوا الجوائز الأولى. أنا مش عايزة أقول لحضراتكم اللجنة الفنية أشادت إزاي مدى يعني نضوج الأفكار الابتكارية اللي طلعت من الطلاب في مرحلة الثانوية العامة. السنة دي الحمد لله ربنا وفقنا أن احنا عملنا بروتوكول ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم عشان الموضوع يبقى تطبيقه على شكل عام. تم توقيع البروتوكول في شهر 10، يعني هتاخد طلاب الجامعات كمان. هو البروتوكول اتعمل، احنا اصلا الصندوق بيدعم كل المراحل، لكن احنا عملنا البروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم عشان يبقى النطاق اكبر على جميع المدارس والتطبيق يبقى على مستوى الجمهوريه في 27 محافظه. من خلال طبعا اشراف ومشاركه وزاره التربيه والتعليم، وهم طبعا هم اللي يعني هم اللي يقدروا يوصلوا بشكل اكبر لجميع المدارس على جميع المحافظات. طب كلميني اكتر عن المسابقه، يعني بتعملوا ايه علشان تطلعي النوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا؟ هل في مثلا مجالات الكيمياء، الفيزيكس، الفلك؟ جميل. يعني اكيد طلبتنا واولادنا في المدارس عندهم شغف في المجالات دي، ازاي بتخلي الشغف ده ماده للتسابق والمنافسه وبتطلعي الافضل؟ احكي لي الحكايه. احنا السنه اللي فاتت كان الموضوع مفتوح بشكل اوبن، كل اللي عنده فكره ابتكاريه في اي مجال يقدمها. السنة دي عملناها في 5 مجالات، مجال الطاقة، مجال البيئة، مجال الروبوت، مجال البرمجيات والهندسة البرمجية. المفروض ان الخمس مجالات دول هم المجالات اللي دايما بيبقى العالم متجه ليهم بشكل او باخر، وطبعا كويس. كل مجال بيبقى ليه تفريعات تحتيه، يعني مثلا الطاقة طاقة فيزيائية وطاقة كيميائية، كل حاجة بيبقى ليها تفريعات تحتيها. حددنا ليه الخمس مجالات؟ لان فعلا لقينا توجه الافكار السنه اللي فاتت ان كلها متجهه لمجالات اللي هي الحديثه التكنولوجيه والتطبيقيه والطاقه والبيئه والمجالات دي، وده الاحتياج العالمي اصلا. ان احنا الهدف الرئيسي من المسابقه ان احنا نطلع الناس الاول يمثلوا نفسهم جوه المدارس ويطلعوا افكارهم بشكل مبتكر، ويلاقوا اللي يدعمهم ويحتضنهم عشان يطوروا الافكار دي انها تبقى ستارت اب خاصه بيهم وتبقى منتج مبتكر في السوق المصري. ده اولا. ثانيا ان احنا لما عندنا مسابقات كتيره جدا بنمثل فيها مصر دوليا، وبيطلع الولاد يمثلوا مصر من غير ما يكون في
رعايه واحتضان داخلي قبل ما يطلعوا. احنا عايزين الناس اللي تطلع ديت تمثل مصر بشكل مشرف، وده كان الهدف الثاني بتاعنا. السنه دي عملنا المسابقه على من نطاق 27 محافظه، التقديم شغال من اول 5 شغال لغايه 6 يونيو لمدار شهر. المفروض التقديم من ثانيه اعدادي، من اولى اعدادي لغايه ثانيه ثانوي، ما عدا ثالثه ثانوي طبعا، لان طبعا مش هينفع ان احنا يسجلوا ويبقوا ماشيين معانا، لان في مراحل كتير للمسابقه يعني بيمروا بيها، فاحنا مش عايزين نعطلهم عن الموضوع. التسجيل مفتوح بقاله شهر، وطبعا وصلنا لعدد لسه ما وصلناش للعدد الكبير، ممكن اعتقد عشان الامتحانات شغاله، بس التسجيل شغال. مستهدفين قد ايه انتوا؟ احنا متوقعين ان التسجيل يبقى ما يقلش عن 10,000 بس احنا لسه في مرحله لسه ما وصلناش طبعا للعدد دوت، فاحنا اعتقد ان احنا هنوصل للعدد ده بعد ما الامتحانات تبدا تخلص والناس تبدا تركز ان هي تقدم المسابقه. وصلنا لكام دلوقتي؟ احنا وصلنا ل 1000 بس، وده عدد اعتقد يمكن معقول. الطلبه مثلا مش عارفين تقدم ازاي، يعني يقول لنا ازاي يقدموا مثلا دلوقتي. احنا المفروض ان احنا تايحين رابط على وسائل التواصل الاجتماعي كلها عشان نوصل لاكبر عدد من الطلاب، وطبعا موقع الصندوق، والرابط ده المفروض متاح بشكل كبير. ايه هو الرابط؟ الرابط انا مديار الاعداد، ممكن ينزلوه معانا دلوقتي على السكرين. ايوه ايوه هو ده. المفروض المسابقه التسجيل سهل جدا، هو بس بيحط بيانات الفكره، مش هنعطله عن حاجه، هو بس بيحط بيانات الفكره والفريق بتاعه، المدرسه، البيانات بتاعته الاساسيه. وبعد ما تخلص مرحله التسجيل نبدا نتواصل بقى معاهم عشان نبدا بقى نديهم الدعم الفني والمادي. كل فريق هيبقى ليه دعم 10,000 جنيه عشان يطور الفكره بتاعته باشراف المدرس الداخلي في المدرسه، وكمان هنحدد له مشرف اكاديمي او يعتبر موجه اكاديمي من اساتذه الجامعات في المحافظه بتاعته. يعني مثلا لو جامعه اسيوط، وهي على فكره اسيوط من اكبر المحافظات اللي مسجله معانا لغايه دلوقتي، لو مثلا جامعه اسيوط وحد مسجل مثلا في الميكاترونكس مثلا، فاحنا هنجيب له استاذ ميكاترونكس من جامعه اسيوط عشان يبدا يتابع معاه تطور الفكره وايه اللي محتاجها علميا، ويبدا يشتغل معاه لمده شهر ونص عشان تطوير الفكره، وبعد كده بنطلب منه الفكره في شكلها النهائي ونبدا نعمل تصفيه نهائيه على مستوى الجمهوريه. طيب احنا هنستاذن حضرتك دلوقتي، هنروح لموفد القناه الاولى من بكين علاء رشوان، نتابع تفاصيل زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه بكين. علاء، اليك، تفضل. صباح الخير بسنت، صباح الخير مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. نحن الآن في قلب القصر الرئاسي بوسط العاصمة بكين، متابعين لوقائع وفعاليات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية التي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذه هي الزيارة السابعة الرسمية التي يقوم بها السيد الرئيس إلى العاصمة الصينية بكين، انعكاسا لقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين، وانعكاسا ايضا للدور الهام المحوري الذي تلعبه القاهرة في محيطها الاقليمي على كافة الأصعدة، وانعكاسا لاهتمام الجانب الصيني بتوطيد هذه العلاقات والبناء على ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية. بعد اقل من ساعة يبدا السيد الرئيس فعاليات هذه الزيارة الرسمية الهامة بتوجه سيادته الى ساحة الشعب ليس بعيد عن هذا القصر، ربما اقل من كيلومتر واحد سوف يتفقد سيادته ساحة الشعب ويضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ليتوجه مباشرة إلى القصر الرئاسي لتجرى مراسم الاستقبال الرسمي لسيادته بعزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، لتنطلق من بعدها وقائع القمة المصرية الصينية الهامة بين الزعيمين، قمة تأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة العربية والعالم ربما بأسره بالعديد من التحديات والمتغيرات سواء الجيوسياسية منها أو الأمنية. هذه القمة سوف تتناول عدد كبير من موضوعات التفاهم والتعاون المشترك بين القاهرة وبكين. نتحدث عن الشق الثنائي، حيث سيجري من المنتظر أن يجري استعراض لمجمل العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة وبكين، خاصة على الصعيد الاقتصادي في
ضوء الطفرات المتلاحقة التي حققها هذا التعاون سواء على صعيد الاتفاقيات الثنائية، نتحدث عن توقيع أكثر من 65 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم بين القاهرة وبكين طوال العشر سنوات الماضية، ربما أهمها توقيع اتفاقية الشراكة الشامل الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014، والبناء على هذه الاتفاقات وهذا التعاون الاقتصادي الهام. مصر هي أكبر ثالث شريك اقتصادي للصين في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حجم الاستثمارات الصينية المباشرة يناهز 12 مليار دولار في عدد كبير من القطاعات بالاقتصاد الوطني، نتحدث عن قطاع اللوجستيات، الإنشاءات والبناء التحتية، الكهرباء والطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، التصنيع الدوائي، الزراعة، السياحة وغيرها من كل هذه المجالات التي تم بالفعل تنسيق وتعاون بين القاهرة وبكين لدعم العمل المشترك من خلال هذه الأنشطة وهذه القطاعات واستشراف مستقبل هذا التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري. بطبيعة الأحوال القمة ستنتقل أيضا لمناقشة عدد آخر من ملفات التنسيق والتشاور بين القاهرة وبكين، نتحدث عن مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية في المنطقة على الصدارة منها وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وسط تطابقا في الرؤى ووجهات النظر بين الزعيمين حيال ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة ودعم ومساندة الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67، والبناء على التنسيق المشترك بين القاهرة وبكين في كل المحافل الدولية والإقليمية. كان ولا زال الدعم الصيني لكل المواقف العربية والمصرية خاصة في كل المحافل الدولية والإقليمية لا زال مستمر، ويجرى خلال هذه القمة الثنائية بحث مزيد من التنسيق والتشاور بين الزعيمين حيال هذه القضية تحديدا وقضايا ومستجدات أخرى، نتحدث عن قضايا مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة وغيرها من هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك. أحد أهم الملفات التي سوف تكون مطروحة أيضا خلال هذه القمة هو منتدى التعاون العربي الصيني الذي يدخل عامه العشرين منذ تأسيس هذا المنتدى كأحد أهم آليات التعاون والحوار المشترك بين الجانبين العربي والصيني عام 2004. مصر والصين كانتا ولا تزالا هما أصحاب أو صاحبة المبادرة لإنشاء هذه الآلية الهامة التي تم البناء عليها لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. سيجرى تقييم لما تم إنجازه واستشراف مستقبل هذه الآلية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي للاجتماع الوزاري العاشر، كضيف شرف رئيسي لاحتفاء بمرور 20 عام من هذا تأسيس هذا المنتدى، وإلقاء كلمة هامة يستعرض خلالها ما تم إنجازه السيد الرئيس خلال الفترة الماضية واستشراف مستقبل هذه الآلية من آليات التعاون المهم. السيد الرئيس سوف طبعا يواصل نشاط سيادته خلال هذا اليوم بعد الانتهاء من القمة المصرية الصينية الثنائية، سوف يستقبل السيد الرئيس هنا أيضا بقصر الشعب رئيس مجلس الوزراء الصيني ومن بعده رئيس مجلس النواب الصيني لدعم وتعزيز علاقات التعاون سواء الاقتصادي أو البرلماني وغيرها من أوجه العلاقات مع الجانب المصري والصيني، وسط إرادة سياسية قوية متوفرة لدى الجانبين لدعم وتوطيد هذه العلاقات في المرحلة المقبلة لزيادة التنسيق والتشاور حيال التنسيق والتشاور حيال المستجدات الإقليمية أو فيما يتعلق بدعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي والبناء على ما تحقق. جدول أعمال السيد الرئيس خلال هذه الزيارة جدول حافل ومضخم بالعديد من الملفات والقضايا، قضايا تفرضها اللحظة الآنية سواء في المنطقة العربية أو في العالم أو فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون وأطر التنسيق والتشاور على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تحديدا بعدما تحقق من طفرات ناجحة بين بكين والقاهرة للتعاون في هذا الإطار تحديدا والبناء على ما تم تحقيقه. نعم موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة الصينية بكين، بالتأكيد ننتظر عدد كبير جدا من النتائج هنا في القاهرة من لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتأكيد عدد كبير من الملفات الاقتصادية والسياسية
بتنتظر القيادة السياسية هناك. نعود مرة أخرى دكتورة أمل نصر الدين مدير إدارة البرامج في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، وبنتكلم لسه عن المسابقة اللي حضراتكم عاملينها لطلبة المدارس. طيب بالنسبة للإعلان، إحنا بتقولي حضرتك 1000 ومنتظرين 10000، هل في تم يعني الإعلان داخل المدارس، داخل نوادي العلوم بالمدارس، تشكيل الفرق الخاصة بالمجالات وخصوصا المجالات البرمجية والمتعلقة بالبرمجة والكمبيوتر، هل ده موجود؟ هو بالفعل تم التنسيق، هو ده الناتج اصلا من البروتوكول اللي تم ما بين وزاره التعليم العالي والتربيه والتعليم. احنا مش هنقدر ندخل المدارس غير بوجود التربيه والتعليم معانا، يعني وزاره التربيه والتعليم عامله مجهود كبير جدا معانا في ان احنا اصلا بننفذ من خلال اداره تكنولوجيا التعليم على مستوى الجمهوريه، وهم اللي متوليين معانا التفاصيل. احنا وصلنا لكل ركن في مصر، يعني احنا يكاد في السبمشنز الكامله هي العدد القليل، لكن في ناس كتير قوي بتدخل ومستنيه مثلا يجيبوا بيان مين معاهم، مين المشرف عليهم، مين يعني هو في بيانات كتيره جدا المفروض ان هو يستكملها عشان المفروض الطالب يسجل. بيشكل الاول الفريق وبعد كده بيجيب استاذ لهذا الفريق وياخد موافقه المدرسه بس ويخش يعمل بالظبط بالظبط. هو اغلب الطلاب اللي عندهم افكار بيبقى لوحده، يعني بيجيب الفكره لوحده اغلب يعني النسبه الكبيره. حلو، احنا عارفين ده على الناس ازاي بقى؟ المفروض ان احنا عشان نبني فكره ابتكاريه قائمه على اسس صحيحه لازم يكون في تشكيل فريق، لازم يكون معاه حد، ولازم يكون في تخصصات مختلفه، وده اللي احنا مشترطينه. احنا مشترطين الفريق من 2 لـ4، يعني ممكن يبقوا 2 مع بعض وممكن يبقوا لغايه 4. فده داخليا في المدارس احنا وجهنا اصلا ما بدانا السنه اللي فاتت، كان في حد كوننا كيان ودربنا مجموعه من المدرسين جوه المدرسه عشان يبقى عنده الفكر الابتكاري، وازاي يوجه الطلاب ان هم يكونوا فريق عمل، وازاي يتعامل مع الطلبه المبتكرين في الاساس. وده كان عائد كبير جدا جدا، ان الطلبه حتى اللي هم ما كانوش راضيين يدخلوا معاهم حد بداوا يدخلوا معاهم حد، بداوا يقتنعوا ان المفروض يكون في اكتر من وجهه نظر، لان انا بعد كده لما افتح شركه مش هينفع افتحها لوحدي، فلازم يكون في فريق عمل معايا. طيب وده بالفعل احنا وصلنا له. دكتوره امل، لو في بس عشان الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، الطلبه اللي حابين يقدموا في المسابقه، ايه ابرز الافكار الابتكاريه اللي كانت موجوده في مسابقات قبل كده، يعني عشان حلو يبنوا عليها، يعني يقولوا هو يبقى في زي كده ريفرنس ليهم. الافكار الابتكاريه ملهاش نطاق حدود، يعني احنا امثله يعني مثلا في فكره السنه اللي فاتت اتاهلت وخدت المركز الاول عالميا على في مسابقه كاش تو تريش اللي هي من ريسايكلينج. ايوه بالظبط كده، ان هم خدوا عظام الحيوانات وعملوا بيها خرجوا 3 مخرجات علميه، حاجة لمعالجة الجلد وحاجة لتربة سماد للتربة، وهم قدموا أونلاين، يعني الولاد أثناء الإرشاد قبل ما يوصلوا للفاينل ريبورت بتاعنا أثناء الإرشاد قدموا أونلاين في مسابقة دولية وخدوا المركز الأول عالميا في المسابقة. فده كان داعم لينا كويس قوي إن احنا نبدأ نستمر مع الولاد دول. الولاد لما بيمشوا في المرحلة بتاعت إرشاد والتوجيه، التطور اللي بيحصل في الفكرة احنا حسينا بكمية طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا لما الولاد عرضوا في آخر في الحفل الختامي الأفكار هم وصلوا لإيه. ففعلا احنا بنحاول نمشي معاهم ونجيب لهم التخصصات. طبعا هو بيجي في الأول لازم يكون في إثباتات علمية ماشي مع المدرس بتاعه بأن في أسس علمية للفكرة، مش بس فكرة هلامية أنا مش هقدر أنفذها على أرض الواقع، لازم يكون ليها أساس علمي، لازم تكون قابلة للتنفيذ. فدي كلها شروط لازم نحققها في الاول على ارض الواقع وبيسجلها. بعد كده بجيبه بقى اسس علميه، نديله فلوس يطور الفكره، نبدا نوجهه ازاي يبدا يطور الفكره بتاعته على ارض في المعمل. لو حابب يدخل معامل في الجامعات نبدا نفتح له المعامل باشراف المشرف بتاعه عشان يدخل يحلل حاجه او يجري تجربه معينه في معامل الجامعات، وده ما كانش متاح قبل كده. فده التعاون ما بين الوزارتين هيئ ده للطلب. هل لازم الفريق كله يكون من نفس الصف الدراسي؟ هو مش شرط، ولكن هو دوت اللي يفضل عشان يبقى فيه سهولة في التعامل. احنا كنا الأول مشترطين ان يكون من نفس المدرسة، فوزارة التربية والتعليم يعني اتناقشنا في الموضوع دوت فقالونا لا، يعني لو جم حد من مدارس مختلفة احنا ما فيش مشاكل وهنقدر ننسق. قلنا تمام اوكي ومشينا الموضوع، وبداوا يبقى في فرق من اكتر من مدرسه. وعلى فكره احنا يعني كل انواع المدارس، تجريبي، فني، تكنولوجي، ستيم، النيل، كل الانواع مقدمه معانا، كل المحافظات بدات تقدم معانا بجد. في تنوع حتى يعني في السن مثلا من اولى اعدادي لثانيه ثانوي، كل الاعمار مقدمه.
فاحنا وصلنا لمرحله كويسه جدا، وان شاء الله انا يعني احنا كلنا مستبشرين خير ان احنا لما مرحله الامتحانات تخلص التسجيل يزيد في المسابقه. طب الهدف ايه؟ يعني احنا انا بشايف الدوله مثلا في ملف الرياضه عايزه تعمل اكتر من محمد صلاح، احنا عايزين نعمل اكتر من زويل، ده الهدف أكيد. المعلن واللي جوه انفسنا هنعمله ازاي؟ يعني بخلاف ان انا اطلع الطفل ده او الطالب ده واعمل له مسابقه، هل هتم هرعاه بعد كده؟ هل في سبل للرعايه بالزبط. المستمره يفضل في تواصل بيني وبينه، ازلل له عقبات بعد كده؟ الهدف الاكبر لصندوق رعايه المبتكرين والنبيغ، يمكن الصندوق اتنشا بالقياده باوامر المقاده السياسيه 2019، بدانا العمل على بال ما بدانا نبدا الموازنه والتفاصيل بتاعتها واللائحه، بدانا العمل من سنتين. الهدف الرئيسي ل كل المؤسسات الدولة الثلاثة سواء صندوق رعاية المبتكرين أو الأكاديمية البحث العلمي، الهدف الرئيسي إن احنا نبدأ نكتشف ونرعى ونأهل ونحتضن لغاية لما يوصل. احنا مش هنكتشفه في الأول وناخد الفكرة ونديله جايزة وخلاص ونسكت، لا، أغلب المسابقات بتاعتنا احنا بنجيب، يعني احنا كنا في الحفل الختامي السنة اللي فاتت جبنا انفستورز من السوق، من السوق التجاري، وبدأوا يشوفوا أفكار الولاد ويشوفوا مين اللي هيقدر يدعمه، زي الشاركس بتوعنا، زي الشاركس كده نبدا نعرض عليهم الافكار الابتكاريه بتاعتنا ونبدا نشوف مين اللي هيقدر يدعم او يدخل في احتضان. وكمان في برامج عندنا في الصندوق ان احنا الافكار التي المؤهله لانها تطلع في برنامج اعلى في المستوى، يعني احنا عندنا برامج في مرحله التعليم ما قبل الجامعي، وبرامج في التعليم الجامعي، وبرامج بعد كده. حلو قوي. فاحنا بناخد الولد من اول ما يطلع، حتى لو هو فكره صغيره عنده بنبدا نطورها شويه شويه، لو هي تستحق بعد التطوير بنبدا ندخله في برامج اعلى من البرامج اللي كان فيها. عندك الصلاحيه؟ عندي في نفس البرامج يعني. عندي في نفس الصندوق. وبنحاول ندرس حاليا ان احنا يبقى في بقى منح دراسيه داخليه، ده المهم. ان يبقى في وفي طبعا جوائز ماليه، يعني في 500,000 جنيه ده توتال جوائز على مستوى الخمس مجالات. المركز الاول 50 والمركز المنح انا شايف ان هي يعني السبيل الافضل طبعا، وخصوصا لو كانت خارج مصر في جامعات مرموقه وكده. انا ما اعرفش طبعا يعني ازاي احنا بالفعل بنقدم برنامج منح دراسيه من خلال الصندوق، ودوت بندعم فيه مشتركه معانا فيه، كان اول سنه 7 جامعات، دلوقتي ده وصلنا اعتقد ل9 أو 10 جامعات. المفروض ان احنا بندفع 50% وجامعه بتدفع 50% للطلاب النوابغ على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا عايزه اقف عند النقطه دي، ايه تعريف الطالب النابغ؟ يعني النهارده اقدر اعرف ازاي بيقع تحت انهي بند الطالب النابغ؟ ال 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 النوابغ يختلفوا عن المبتكرين. اوكي. النوابغ انا عندي نبوغ في مجال معين، في الماث، في الكيمستري، في البيولوجي، فيزيكس، ايا كان، في الفيزيكس. فاحنا حتى في برنامج لسه جديد احنا بنعمله، المفروض ان احنا نعمل اولمبيكس على مستوى الجمهوريه، نطلع فيه النابغ في اربع في المجالات الاساسيه للعلوم اللي هي الماث والكيمستري والبيولوجي والفيزيكس. ممتاز. فده يعتبر النبوغ. النبوغ دوت انا عندي ملكه، انا عندي موهبه ربانيه، لكن الابتكار انا ممكن حد اي حد يبقى مبتكر، انا ممكن استخدم اي حاجه الاقي فيها قصور، انا بقدم خدمه على الحاجه دي او بزود بنفيت فايده معينه على المنتج ده، وده بيحسب ابتكار، ان انا ببتكر حاجه جديده بتفيد المجتمع ويبقى في منتج يجيب عائد مادي في الاخر ويبقى ليه عائد على المجتمع. فده الفرق البسيط قوي او عشان الناس تفهمه ما بين النبوغ وما بين الابتكار. الابتكار ممكن اي حد يبقى مبتكر، لكن النبوغ ده بيبقى متطلب مننا جهد اكبر في اكتشافه. يعني الاب والام يجي يقول لي انا ابني كويس جدا مثلا في الماث، طب اوكي نبدا بقى نختبره بقى اختبارات. يعني احنا عندنا الطالب يحيى اللي هو خدنا بيه قرار مجلس وزراء، وهو حاليا اول سنه دراسيه ليه السنه دي في جامعه زويل، واحنا متكفلين بكل تفاصيله وبندفع له المصروفات والحمد لله، يعني الدنيا ماشيه معاه جميل جدا. هو في 6 ابتدائي واثبت نبوغه وخدنا قرار، هو جالنا طبعا عمل كل الاختبارات، امتحان اعدادي وامتحان ثانوي وعدى وتفوق على اقرانه في المرحله الدراسيه ما شاء الله ولغايه ثانوي، وطبعا بعدها اتقدم لوزاره التعليم العالي. فاحنا طبعا ما فيش قانون في الدوله بيسمح بده، فطبعا خدنا استثناء بده بقى بالظبط، اتقدم في مجلس الوزراء وخدنا بيه قرار مجلس وزراء استثناء للطالب ده بالذات،
وهو حاليا مقيم، يعني هم من دمياط، العيله بتاعته من دمياط، وهو حاليا مقيم جانب بجوار جامعه زويل وبيدرس في كليه العلوم. فهو ده. فمن هنا احنا بنعرف الطفل النابغ، يعني في اختبارات كتيره قوي بالزبط. بتقوموا بيها لغايه بالزبط. ما تفرزوا الطفل النابغ عن المبتكر، بتقيس بقى الابتكار وبتقيس الفكر وبتقيس الاصاله وبتقيس المرونه بتقيس قدراته التفكيريه العاليه كل ده بنقيسه فيه عشان نقدر نأهله وندعمه. على كل حال احنا كده يعني قلنا يمكن كل الشروط اللي يجب استوفائها ليه عشان الطلاب يدخلوا هذه المسابقة. احنا بنتمنى لهم كل التوفيق. يا رب. احنا لسه معنا 9000 طالب محتاجينهم يقدموا ان شاء الله بعد الحلقة النهاردة يقدموا. كل الشكر ليكي دكتورة أمل نصر الدين، مدير إدارة البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم من بعد الفاصل، وزي ما اتكلمنا في بداية الحلقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والزيارة بتتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس المصري والرئيس الصيني، لقاءات كمان مع كبار قيادات الدولة الصينية، وأيضا حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. لا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة، ماذا يعني تخبئ هذه الزيارة من مستقبل أفضل للعلاقات المصرية الصينية سواء على المجال الاقتصادي أو المجال السياسي؟ معنا على الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، للحديث عن كيفية الاستفادة من هذه الزيارة. أهلا بك يا دكتورة. وبالتأكيد زيارة مهمة جدا للرئيس في توقيت غاية في الأهمية، ملفات عديدة يعني موجودة على مائدة الرئيس المصري بصحبة الرئيس الصيني شي جين بينغ. قراءتك الاقتصادية لهذه الزيارة ممكن تبقى عاملة ازاي؟ كيف يستفيد الجانب المصري أفضل استفادة ممكنة من التنين الصيني الصاعد في هذا الوقت تحديدا؟ في البداية فندم أهلا وسهلا بحضراتكم وبمشاهدينكم الكرام. لا شك أنه حالا ومآلا هناك حالة من شراء المستقبل، فالتناغم الموجود بين الدولة المصرية والصينية في أكثر من مجال، سواء العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الحضارية، وغني عن البيان والتعريف متينة وقوة هذه العلاقات والمواقف، وهي الحقيقة نتاج سنوات من القواسم المشتركة اللي أضفت كثير من الدفء على هذه العلاقات. وعندما نتحدث عن توقيت هذه الزيارة، لا شك أن هذه الزيارة بتأتي في وقت هام جداً، لأن العالم يموج بمتغيرات ومعطيات وتصاعد الأحداث، ويمكن تحول إلى بقاع ساخنة. الحقيقة التعاون المشترك بين مصر والصين نجح من خلال القواسم المشتركة اللي تحدثنا عليها. فإحنا الحقيقة في مصر لدينا علاقات عنوانها المستندة، لأن إحنا الحقيقة ودنا من العلاقات المصرية على استقبال اولا الاستثمارات وجلب رؤوس الاموال وتعزيز العلاقات الثانيه. وعندما نتحدث عن التكنولوجيا طبعا مفصليه هامه في الانطلاق والتنميه، والصين بتعتبر الحقيقه مصر قاعده للانطلاق نحو العالم العربي. الأمر الثاني أن الحقيقة خلال الدلالات الاقتصادية اللي احنا بنتحدث عنها، لا شك أن هناك ملفات اقتصادية بيننا وبين الصين. لا ننسى أن هناك عدد من الشركات الصينية الكبيرة بالسوق المصري، منها 140 شركة في محور قناة السويس تحديدا بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات كبيرة، ويعمل فيها حوالي 5000 من الأيدي العاملة بالإضافة إلى العمالة المباشرة. الحقيقة الملفات الصينية المصرية الاقتصادية واعدة، وعلى رأسها طبعا استجلاب التكنولوجيا، لأن الحقيقة التعاون المصري الصيني في مجال قطاع الاتصالات والتكنولوجيا هو من أهم الملفات والشراكات الناجحة اللي بتعكس التقارب بين البلدين، خصوصا أن الشركات الحقيقة الصينية عززت تواجدها بالسوق المصري من خلال المشاركة الآلية اللي يمكن بينها وبين الحكومة المصرية نحو الحوسبة السحابية والاقتصاد الرقمي والذكاء
الاصطناعي ودعم التحول الرقمي من خلال تواجد الشركات الصينية بالسوق المصري والتي تعمل بأحدث التقنيات. طبعا احنا عندنا برامج للتدريب وإعداد الكوادر، ولا ننسى المنصة السحابية اللي موجودة حاليا في مصر أقامتها الصين باستثمارات تقدر ب 300 مليون دولار لتكون أول شركة تطلق سحابة عامة في مصر تغطي هذه المنصة السحابية الجديدة 28 دولة أفريقية وبتدعم التحول الرقمي في الصناعات المختلفة. طبعا الصين أقامت التكنولوجيا السحابية بمصر باعتبار أننا بوابة العبور بالنسبة لقارة أفريقيا وأيضا قارة آسيا وأوروبا، ويمكن ده يخلينا نروح لمبادرة الحزام والطريق وكيف أن هذه المبادرة التي تحيي طريق الحرير القديم، وكيف أن الصين بتعتبر مصر هي قلب عملية أو مبادرة الحزام والطريق، باعتبار أن احنا الحقيقة أيضا بنعتبر مبادرة الحزام والطريق يعني في قلب رؤية مصر 2030. هناك حرص طبعا من القيادة السياسية في هذه الزيارة على مقابلة ابتكار الرئيس السياسي اللي بيتبعه في كل زياراته الخارجية على مقابلة رؤساء كبريات الشركات العالمية اللي خصوصا بتحب يعني تأتي إلى السوق المصري استثماراتها. خلينا نعرج السياسة النقدية بيننا الصين، لأن الحقيقة لدينا مع الصين تجربتين مهمتين جدا في السياسة النقدية، وهي عملية مبادلة الديون عندما وقعنا مع الصين مبادلة الديون بمشروعات التنمية. الحقيقة ده فكر للتمويل المبتكر اتبعته الدولة المصرية مع الحكومة. إذن يعني هي شراكة استراتيجية هامة بين البلدين، وحضرتك اتكلمتي عن الشراكة في مجال الاتصالات ومجال الطاقة. خليني أسأل حضرتك، يعني هذه الزيارة بتأتي تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين، هل الفترة المقبلة يمكن ستشهد ارتفاع في مستوى الشراكة الاستراتيجية دي والتأثير الإيجابي من ده إيه؟ بالتأكيد يا فندم، وهنا يمكن في سؤال بيطرح نفسه يوم يسبق الآخر، ولكن في الحالة الصينية المصرية هناك نمط فريد من هذه العلاقة عنوانه المساندة المتبادلة والنقد المستقبلية لهذه العلاقة، بتعرج دائما على التفكير الاستراتيجي من منظور صوت الحقيقة. حضرتك يا فندم بس مش واضح، لو حضرتك تكوني في مكان فيه شبكة أكتر. كنت بكلم حضرتك على السياسة أم الاقتصاد، ولكن في الحالة المصرية الصينية هناك نمط فريد من العلاقة عنوانه المساندة المتبادلة، ولذلك النظرة المستقبلية للعلاقة دي بتعرج على التفكير الاستراتيجي اللي بيتبع منظور المصلحة الاقتصادية في زيادة الاستثمارات. وعشان كده احنا بنقول ان زيادة الاستثمارات ورؤوس الأموال اللي يمكن تضخ في السوق المصري بتعود بالمردود الإيجابي أولا على مواطننا المصري. يعني احنا هنتكلم عن التأثير الإيجابي لجلب الاستثمارات الصينية أو زيادتها في السوق المصري، لأن هي على رأس الموضوعات وأولوياتها، وعلى يعني في سلم الأولويات الحقيقة أن يكون هناك تشغيل وفتح آفاق جديدة لفرص التشغيل. طب أنا بس عايز أستغل القصة دي يا دكتور، وسؤالي الأخير، توطين الصناعة، استغلال مصادر الطاقة المتجددة أو مفاتيح الطاقة المتجددة لدى الجانب الصيني، وخصوصا في مجال السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء، استغلال منطقة قناة السويس، كيف يمكن أن تكون هذه الزيارة مفتاح لهذه المحاور؟ بالتأكيد الصين يعني دولة الحقيقة متقدمة جدا في هذا المجال، وإحنا لدينا بنية تحتية سليمة وعدنا محور قناة السويس ومهيئ لاستقبال استثمارات جديدة الخاصة بتوطين هذه الصناعة. ويمكن الحقيقة في الفترة الفائتة يمكن شهدنا افتتاح بعض الصناعات التكنولوجية اللي تم افتتاحها منذ أسابيع بشراكة صينية. الصين متفوقة في ملف الطاقة المتجددة خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والحقيقة هي بتسعى لزيادة عملية المشاركة
في السوق المصري بالنسبة لهذا الملف الواعد، لأن مصر الحقيقة لديها كل الظروف التمكينية والمزايا التفاضلية لاستقبال هذه الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، باعتبار أن لديها خطتها الطموحة ليكون لديها مزيج من الطاقة يصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035. الحقيقة الظروف واعدة و يعني ملفات متعددة يتم طرحها، ولكن احنا على رأسها طبعا ان احنا بنهتم في هذه المرحلة بتعميق الصناعة المصرية وتوطينها، وان يكون على رأسها ملف التعريف التكنولوجي، فقد اصبحنا في الثورة الصناعية الرابعة وعصر التكنولوجيا والحوسبة الفائقة، ومصر الحقيقة بتخطو خطوات واسعة نحو توطين الصناعة على أحدث التقنيات والوسائل العلمية، بل هي ربطت أيضا التعليم بالمعرفة. صحيح. وأيضا ربطته بسوق العمل. صحيح. والتقدم وتدريب المواهب الشابة. صحيح. على أي حال بالتأكيد ملفات كثيرة تنتظر الرئيس المصري بصحبة الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين، ألقت الضوء عليها وحللتها الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة اللي كانت منورانا في اتصال هاتفي النهارده في صباح الخير يا مصر. يعني على كل حال الشعب المصري والصيني في الحقيقة يعني لديهم تاريخ حضاري كبير، يعني وهناك قواعد راسخة ما بين العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين. أكيد يعني هذه الزيارة هامة وستأتي بثمار أكيد مزيد من التعاون بين البلدين، سواء في المجالات العدة اللي تكلمت عليها دكتورة وفاء، سواء مجال الطاقة، الاتصالات أو غيره أو غيره. على كل حال بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوف حضراتكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. بتصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.